يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم كشف حساب. اليوم يعني نرد بعد إجازة العيد، اليوم راح تكون آخر حلقة من كشف حساب في هالسيزن. راح نرجع إن شاء الله شهر 9 في مواضيع مع ضيوف نقدر نتكلم نتخاطب نشوف آراء الناس، والناس تكتشف معانا الشخصيات اللي احنا نحبهم وقاعد نشوفهم خلال الدراما، السوشيال ميديا، الغناء، من كل جانب. في البداية احب اشكر صالون كلير على الميك اب اليوم والشعر، احب اشكر اول فاشن ايكون على الازياء. اليوم ضيفتي انا امانة احبها، قالوا عنها اعلامية، قالوا عنها شاعرة، قالوا عنها فاشينيستا، قالوا مذيعة، قالوا عنها وايد اشياء، قالوا عنها ايضا مهندسة، عندها مجموعة أشياء بس كلها حلوة وجميلة. قدرها من الطفولة، من البداية حب الناس، وين ما تروح ينتقل معاها حب الناس، الناس تحبها لأنها يمكن تمتلك صدق، تمتلك إرادة، تمتلك موهبة، تمتلك وايد أشياء. إهي أنا بختار من ضمن هذه الأشياء اللي أنت قلتوها، باخذ لقب الاعلاميه نهى نبيل. يا هلا فيك نهى. حبيبتي ماي، اول شيء شكرا على المقدمه الحلوه. تستاهلين. ما بغينا نسوي هاللقاء. اخيرا. وانت من الاعلاميات اللي انا شخصيا اكلهم كل احترام وتقدير، ويمكن صار لي فتره موقفه لقاءات تلفزيونيه بس هذا اللقاء ما اقدر يعني ما اسوي اضافه لي، ومتاكده انه راح يسوي بصمه حلوه وصدى حلو عند الناس. سعيده جدا بوجودك. وانا اسعد اكيد بوجودك. نقول لك ام حمود احلى لقب تحبينه. احلى لقب محمود. حمود ايش كثر غير في حياتك؟ اول عد هذا اول ضيف وايد مي، يعني النضج اللي يجي معه بعد هالتجربه. يعني احنا من البدايه في خوف دائما يكون عند البنات من الولاده بس هذه ترى اسهل شيء في الامومه كلها، في الموضوع اسهل شيء في الامومه كلها. بعدها مرحله التربيه، مسؤوليه، شعور الامومه بالذنب دائما، بالذات اذا كنت ام تشتغل او ام يعني عندها مسؤوليات ثانيه في الحياه، دائما في شعور بالذنب، دائما في شعور انك مقصره، دائما في شعور انك تبين الافضل، تبين تعطين 100% حتى لو كان الموضوع مستحيل وصعب. حلو. كل هذه العوامل تخليك انسان اخر، انسان ناضج، انسان يستصغر اي شيء ثاني بالحياه مقابل ان هالمخلوقات الصغيره هذه اللي حوالك تكبر صح. أوكي. هذا اللي أبي، بس إنهم يكبرون ببيئة صح، إنهم يعيشون حياة حلوة، طفولة حلوة، عشان يصيرون باكر ناس أنا أفتخر فيهم وأشد الظهر فيهم. حلو. أنت قاعد تعيشين طفولة ثانية معاهم. صح صح، من أول وجديد. وايد. مع جوبي ودانا وحمود. وايد. أوكي. وايد. قاعد تحسين بعالمهم الدنيا لم الحين نظيفة. صح. تخرع. تخرع. وايد تخرع. تخرع الدنيا. ومعاهم؟ معاهم هم ملجئي. يعني امس كنت قاعد اتكلم عن هالموضوع بسناب، انا هذه مملكتي، هذا بيتي. اوكي. معاهم خلاص انا انسى كل مشكله برا البيت، كل اسكر تليفوني، اقعد وياهم، مسكنا التليفون، صورنا مع بعض، استانسنا. هم ملجئي، بعيد عن كل المشاكل، بعيد عن كل الامور اللي برا البيت، بس اوصل البيت تصير كل الامور تافهه عندهم. فاي اعيش طفوله وياهم من اول وجديد، استانس. حسيتي المعاناه اللي عاشتها الوالدة؟ بس أنا ترى ما أذيت أمي وايد. نوف ولا نوف، إحنا كنا ترى وايد مساكين بالنسبة حق هالجيل. بالنسبة حق هالجيل يعني إحنا ما أدري اللي قال لنا جيل الطيبين، ما أدري يا الثمانينات والسبعينات ما أذيت أمي أنا وايد. فبالعكس يعني اليوم أي أقدرها أكثر، أحس بتعبها أكثر، أحس بإحساسها أكثر، أتفهم خوفها، زعلها لما تشرح، صرت اتفهم الامور هذه اكثر. لما كانت تقول لك الشيء الفلاني لا، كنت تفهمين ليش لا؟ الحين قمت استوعب. اول شنو ليش لا؟ ليش لا؟ وش حقها؟ ليش لا؟ دخلت التلفزيون مثلا كانت لا كبيره عندي، عند الوالده بالبدايه وعند ابوي بعد. بس بعدين بديت استوعب ليش؟ يعني اليوم انا اذا عيالي يقولوا لي مثلا تلفزيون او ميديا بهالعمر لا. 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 يعني بعد الدراسه، وكنت افهم ليش حرص امي على الدراسه وايد. اليوم صرت افهم ليش. ضمان المستقبل. ضمان المستقبل، شهاده، طريقه تفكيرك تتغير. لما تكبر الثقافة. متعلم. الثقافه. لما الثقافة. تكبر متعلم. تفرق. بس حياتنا كانت مختلفه عن الجيل اللي فيه جوبي وحمود. أي. ودانا. أي. كان اللعبه مالتنا تختلف. كنا نرضى باي شيء. اوكي. كنا والباربي حلم ناخذها. أوه. كل راس شهر ولا كل شهرين نجمع مبلغ ونروح
اليوم يعني ماخذين شعار من رضا في قليل وعاش. أيوة. صح كان يعطونا وتحافظين عليها وتقدرينها. اليوم اشتري حق جوبي لعبه قبل يومين، اليوم يبي سياره ثانيه. فالحياه ما ادري هل هو وقت السرعه او ان احنا بزمن سريع. الاطفال اليوم ملولين ما يرضون بالقليل نفسنا، او ان احنا جيلنا كان غير، او الدنيا اللي غير، ما ادري شنو الموضوع، بس يخرع يخرع يخرع. اوكي مو اي شيء يلفت نظره، مو اي شيء. لا يعني انا من يعني من اكثر الامور مثلا اللي يعني واحنا صغار مثلا شنو ديزني لاند مثلا كانت حلم عندي ان انا اسافر اروح ديزني لاند، هذا قمه السعاده خلاص. طبعاً مدينه ترفيهيه قمه السعاده طبعاً يعني. تخيلي عيالي العام وديت حمود ودانا ديزني لاند بامريكا. شنو هذا شفناها، ورينا شيء ثاني. يعني انت تصير مسؤوليتك تدورين لهم شيء ثاني من وين ما في يعني يعني. فصار الرضا بالقليل هذا هذا اللي قاعد اشتغل عليه اليوم. اوكي احيانا الحرمان والقسوه يمكن تكون الحل الامثل يعني. تستخدمين هذا الاسلوب مرات؟ اي وايد. اوكي إيه. انا وايد اسمع في السوشيال ميديا او من اشخاص انا التقي فيهم يقول لي مي نهى ما تعصب على عيالها. لا ابدا. لا ما اصور وانا اعصب. إيه يعني انت فعلا تعصبين عليهم؟ اعصب وايد واعاقب وازعل، ويصير بيننا يعني حمود اسم الله عليه مرحله اليوم يفهم اذا زعلت عليه ويتأثر إذا زعلت عليه. أوكي. قوب أزعل من هنا باكر ما يهم عرفتك. فلا وصلت مرحلة طبعا أكيد ثواب وعقاب وعقاب شديد وحرمان وأشياء كثيرة، بس طبعا ما أصورها على السوشيال ميديا. طبعًا الناس يعني ما تبي تشوف أو حتى ما تجرحينهم، يعتبر كأن العالم كله شاف عقابهم. بالبداية ما كنت أعرف شنو أحط شنو ما أحط على السوشيال ميديا، كنت أحط أشياء كثير غلط. كان في أشياء غلط أشوف أنا مع الوقت أنا ما يصير تنحط. اليوم قمت اتعلم يعني احيانا مو كل شيء حلو انه يتصور، حتى لو كان بعفويه ممكن باكر ينفهم غلط، او ممكن باكر ياثر عليهم غلط. يعني كل مره من المرات عيالي صورتهم دانا تحب تلبس على ذوقها تهول، احنا نقول انت تسمينها ام الخواجين. ام الخواجين تهول. فيعني نقد فتره من الفترات ان انت مهمله، شلون تخلينها تلبس كذي، او شلون تصورينها بهالطريقه باكر الناس يمكن لما كبرت يعايرونها. ام خاجين وام ابتديت افهم يعني ابتديت احس. اوكي فللحين قاعده اتعلم يعني. احيانا مو كل شيء نسويه بيرفكت، مو كل شيء نسويه صح. في اخطاء حلو انك تتعلم من اخطائك. حتى بالاعلام في اشياء اخطاء احنا نطيح فيها بعدين. فلليوم انا قاعده اتعلم وادير بالي شنو احط شنو ما احط. الناس تعتقد حياتك سهله كانت نهى. وين اوكي هني او حتى لما رحتي امريكا او لما الناس تعتقد اوكي قاعد يشوفون قاعد تطلعين شنو قاعد تسوي هذه قاعد تطلع ببرنامج تضحك سناب سهل وتتكلم يعني من البدايه وانت حكينا عن بدايتك لما كنت في تلفزيون الكويت تلفزيون الاطفال. اوكي الحياه كانت بالنسبه لك دراسه عمل. اوكي قوبي قاعد يتكلم ما نقدر سموح. عليه يعني أنا مسموح لقوبي إيه. فحياتك كانت كفاح. أنا من البداية أقولها إيه. أنا ما انولدت بحلجي من العقد ذهب. أنا تعبت وايد. أنا رويت بيت أمي اللي ربتنا لأن الوالد والوالدة انفصلوا بعمر صغير، فكنت وما عندي إخوان، فأنا ريال البيت. تعلمت من وأنا صغيرة سيارتي اختربت أنا وديها الجراج. أوكي تعلمت اشتغل من وقت صغير، مو يعني الوالده الحمد لله من عائله ميسوره الحال واحنا ميسورين الحال، بس المسؤوليه يعني لما تكبرين حاسه بمسؤوليه ان ابرد لها الجميل، ابي ابيض وياها، ما بنزل راسها تبيني ادش الهندسه على الخشم، دشيت الهندسه يعني واحد بالهندسه ما تحبينها ما احب الهندسه. اوكي وصبرها معاي يعني لما كنت اروح تصوير تقعد كل يوم الصبح اي داون وتقعد حتى بالويكند تودينا اللي هو المفروض وقت راحتها تودينا تلفزيون الأطفال الصبح نروح نصور من صباح الله خير ساعات الظهر بعز القايلة واقفة أمي معانا على راسنا لأن ما أسوق صغار. فهذا خلاني أنا أحس بمسؤولية كبيرة أنه لازم أرد لها الجميل. فشغلت على نفسي عشان أرد لها جزء من الجميل. تعبت وايد يعني كنت أنا ترى لي وقت قريب حتى لي بعد الزواج والشهرة وهذا وبعد السوشيال ميديا لما وقفت أنا كنت أداوم بوظيفة من الساعة 8 الصبح لساعة 6 المغرب على 400 دينار. أوكي. وسعيدة فيهم وفيهم بركة وخير. وكنت أدلع فيهم نفسي وأدلع اللي حواليني، هاي دائماً أقولها حتى على سناب شات. ما تحرمين نفسك. ما أحرم نفسي، سبحان الله كان فيهم بركة. والله أكثر من الحين. هذاك والله العظيم. الحين 4000 ما فيهم بركة. ما فيهم بركة. ما فيه. فا إي أنا إنسان صلب اليوم، أنا وايد قوية.
يقولون دائما ربات المرأة قوية. أنا مع أن مرات يقولون ترباية مرأة. بالعكس. أوكي. مع أن أنت تكبرين تحسين يعني نفس لما تشوفين هالإنسانة القوية قدامك مرأة عن ألف ريال. هذا يعطيك قدوة، يعطيك قوة، يعطيك أبي أجازيها خير، أبي أبر فيها، أبي يضويها، أبي أصير مثلها. زين، وكلمة لما ينقال مثلا ما ببيتهم ريال. لا الحمد لله ما قالها. الخليجيين دائما عندهم المصطلح. لأن إحنا يمكن ربينا ببيت خوالي معانا وأهلي معانا وكذي، فما ما قال ريال خالتي حوالينا وكذي. أوكي. فما ما حسيت، ما حسيت. إنزين، جيتي صرتي نجمة. سوشيال ميديا لا قبل، والله مو مرتب قبل السوشيال. احنا بنتحكي عن السوشيال. السوشيال اليوم انتم هزيتوا وايد قواعد موجوده. يعني في ناس يقول لك ليش انا اروح ادشش بنتي والله حقوق ولا هندسه، طلعها فاشينيستا افيد. في نظريه والله شوفوا يا حد، بس هذه شغله مو مضمونه وما تدرين كم واحده اليوم تصور سناب وانستغرام عشان تصير فاشينيستا مشهوره. وايد قاعد يقدمون تنازلات عشان يلفتون الانتباه ويصيرون مشهورين، بس كم واحدة عندها القبول؟ هذا من الله. هذا من الله. أنت الله عطاك القبول من الأساس. الحمد لله. إيه. ودائما أحمد ربي إني ما اضطريت أسوي شيء عشان الناس تسوي لي فولو. يعني ما طالعوني عشان يشوفون فضيحة أو يشوفون مشكلة أو يشوفون أنا شو مزويت أو شلون لبست أو ما استفزيت الناس عشان تتابعني. ولا اضطريت حتى اسوق لنفسي بطريقه سيئه. أوكي. علشان الفت الانتباه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بس ان والله بنتي ما تدرس عشان تشتغل فاشينيستا. ايه تاخذ الفاشينيستا صح. إيه؟ لا يطلعون فلوس. يطلعون فلوس. ما اقدر اقول لا. أوكي. بس هل المبلغ هذا دايم ولين متى؟ ما في شيء دايم. والاستقرار، الحياه تتغير. يعني قبل 5 سنين الحياه ما كانت كذي. السوشيال ميديا ما كانت موجوده. ايقاع سريع. ايقاع سريع. ما ادري بعد 5 سنين الفاشينيستا هم راح تظل موجوده الظاهره ولا راح تنقرض. على قولت ياسر العيلة ما ادري راح تنقرض. في توقعات انها تنقرض. ما ادري. فبالنسبه لي انا العلم والشهاده وانه يكون عندي ارتكاز قوي في حياتي، عقليه صحيحه متعلمه، هذا اللي راح يخلي حياتي كلها تستمر. لكن والله ما ادرس عشان اصير فاشينيستا. حتى يقول لك سهالات. هي سهالات. اوكي. زين لما تفتحين السوشيال ميديا انت اليوم وتشوفين البعض قاعد يسوي نفسه اراغوز، قاعد اشوف اوكي وينزل كرامته ويفتعل خلافات مع اهله، مع الدنيا، مع ما ادري منو، يتحكون بالفاظ سوقيه، لايف لايف، يعني يجرحون حتى سمع المتابع. شلون شو تقولي حق نفسك؟ انه اخاف. خافين. او يدور بيني وبين ابو حمود حوار دائما. اقول ابو حمود انا يمكن بعد سنه ما اقدر اكمل باللي قاعد يصير. انا صارت معي بالاعلام على فكره. أوكي. وقفت لان حسيت ان الاعلام قام يصير مهنه. مو هذا اللي انا مهنه من لا مهنه مو هذا اللي انا احلم فيه، مو هذا اللي انا دشيت وتحديت اهلي عشان ادشه. وقفت. السوشيال ميديا قاعد تخرع الحين. ما ابي اصير سلبيه، انا دائما ايجابيه على سناب وكذي، بس لما اشوف اللي قاعد يصير واشوف الناس تتابع هالاشياء بشغف والفيوز تزيد، انا ما اقدر بعد ما اقدر اسوي كذي. فاخاف، اخاف ان ما اقدر امشي مع الهبه الجديده اللي صايره، ان اكشف كثير. اوكي. لاني ما عندي استعداد اخسر حياتي واخسر عيالي واخسر راحه بالي وسمعتي علشان هالشيء واحترام الناس. بس للاسف الناس ترى قاعد تطالع هالاشياء تسلية، بس ما أعتقد يطالعونهم نهى باحترام. هذه هي. هذا اللي دائما رد بحمود على فكرة علي، إن أنت تبين الاحترام ولا تبين الفيوز؟ لا أبي الاحترام. أبي الاحترام. فعشان كذي ما راح أبدل الخط اللي أنا ماشي فيه. وممكن لو صارت خلاص هذه الترند وهذه الهبة ممكن أنا أتراجع، ما أدري. من النوع اللي على فكرة وايد تخوفني يعني وايد يخوفني الإعلام. يعني تقلبات الإعلام. يعني بس السؤال فيروز. يعني اللي تابعونه كملت فيروز. طبعا تظل فيروز، بس يا فتره كان ابو الليف. انا مش كينكو اليوم الناس يعني بالذات عجيبة. الجيل الجديد اللي ما يعرفك ترى يخلط تنخلط عليه الامور. انا انحطيت كثير بخانه مقارنه مع ناس ما في اي تشابه بيني وبينهم، لا بالخط ولا بطريقه التفكير ولا بالمشوار الاعلامي ولا باي شيء. باحيان كثيره ترى على فكره بالذات الجيل الجديد اللي يطلع ما يعرف عنك انت وعن مشوارك وعن تعبك وعن رحلتك شيء. يعرف ان انت وحده تطلعين في سناب خلاص فاشينيستا. نو انا بالفاشينيستا. طيب اوكي الجيل اللي عاصرني بعد عمري هذه الحبايب
يعرفوا مثلا انها بدايتها كذي، مشوارها كذي كذا، لا انها غير كذا. بس في ناس ثانيه عندهم كلنا نفس الشيء، وكثير انا هذه تزعجني لان ما احب نحط بخانه مع انسان ما تعب على نفسه وانا ذبحت عمري. انت مو استعبت على نفسي، ذبحت عمري عده اصعده. انا قلت لك اياها من قبل، انا مي بنيتها طوبه طوبه وما بيها تنهد، فما احب اتقارن بعدين مع انسان ما تعب، نام قاعد صار مشهور. ترى الهدم ساعتين ياخذ بس البنيان صعب كتب. واخاف عليه ينهدم، اقعد اداري شيء، عرفتي تكفى لا لا تنهدم. فهذا اكثر شيء يخرعني. اوكي، لما يجون الشخصيات هذول الموجودين تارسين السوشيال ميديا اللي يمسخر نفسه ويسوي ويدري الناس قاعد تضحك عليه وهو بالمقابل يقول خليه يرتفع عندي الفيوز اساس اسوي اعلانات وهالدنيا وما شنو كيف كيف كيف. ممكن لما يقول لك والله مثلا انها مو عاجبها اللي قاعد يصير، يقول لك ما تعرف تسوي نفسي، شنو رده فعلك؟ ما ارد يعني، هذا مستوى تفكير ما اقدر انزل له. خلت تسوي نفسي. احنا نتعلم ترى مو عيب ان انتقد احد اذا ما جرحته. صح، بس في ناس وايد تتحسس من النقد وتاخذه بشكل شخصي. يعني انا اكثر من مره اتكلم مثلا عن سوء الاوضاع وكذي، الناس كلها وياك وتأيدك بس اليوم صرت حتى انت لما تتكلم وانت معك كلمه الحق اللي تحسس من الكلمه يطلع بقوات عين ينتقدك بطريقه وحشيه. يعني وايد امثله صارت قدامي والناس شافتها، الناس شافتها. الطرف اللي معاه الحق يطلع يتكلم ويقول الراي اللي كل الناس تفكر فيه بس ما تتجرأ تقوله. صحيح، ما حد يتجرأ يقوله، بس ممكن باسلوب سوقي يقوله بطريقه معينه مثلا، الطرف الثاني ما يتقبل. اليوم انا خلاص وصلت القناعه الناس تشوف، الناس هي اللي تحكم خلاص. يعني انا اكثر من مره اوضح او اتكلم عن سوء الاوضاع الاعلاميه او اتكلم عن شيء مو عاجبني او ظاهره مو عاجبتني، للاسف ناس تاخذها بشكل شخصي. فوصلت لمرحله ان الناس شايفه، الناس عارفه، مثل ما تفضلتي تعرف منو الزين ومنو الشين ومنو اللي يكمل ومنو اللي ما راح يكمل. احيانا كثيره يعني حلو انك تحتفظ برايك لنفسك، هذا اللي تعلمته اليوم. كم مره قلتي راي وندمتي؟ انت قلتي ما اندم. ما تندمين؟ ما اندم. اوكي، بس انزعج ان رده الفعل مو نفس ما توقعتها، تكون قاسيه او مو قاسية يعني جارحه، ان الناس اخذها بشكل شخصي. شخصاني كثير، يعني انتقد مثلا وضع الاعلام تطلع مذيعه او يطلع مذيع حسب لهم الكلام عنهم شخصيا، لا ابدا. يعني عمري ما كان توجهي شخصي. هذا اللي مزعج. ولما اشوف دائما انا في اي حوار او باي موضوع مستوى الحوار لما ينحدر انا ما اعرف انحدر، انا اوقف. انت مره قلتي في سنابج انا ما عندي ثقافه الردح. ايوه، مو طريقتي ان انا ما تربيت عليها. ما اعرف يعني اذا اللي قدامي انحدر بمستوى الحوار اسكت ابوي شلون قال كذي خلاص بس ما راح اتكلم، لاني ما اعرف انزل لهالمستوى من الحوار. بس تدرين شنو الحلو؟ عندي فانز ومتابعين مخلصين يردون عني. اوكي، هذيل ظهري. حلو. السوشيال ميديا يننت الناس وايد وايد وايد. اوكي، صار الناس هوس عندهم. اي، يننت الكبار قبل الصغار، ويننت المشاهير، حتى اللي كان متعود على الصحافة ومتعود على الإعلام والمفروض أنه فنان معروف عنده أدواته الإعلامية وعارف يتعامل شلون مع الشهرة. يا بالعيد طبعاً. يا بالعيد طبعاً. وايد ناس يابا والعيد عقب السوشيال ميديا. من الناس اللي أنت تتابعينهم في السوشيال ميديا تحبين بشوفهم أنا، هذول لازم أمر عليهم يومياً؟ والله وايد أتابعك. أوكي، إحنا من فترة قريبة أتابعك من فترة قريبة واتابع والله كثير من زميلات اتابعهم بالسوشيال ميديا، يعني لان بحكم المنافسه اشوفها. احلام احلام تابعتها فتره من الفترات. اوكي، احبها احلام. تحبينها الشخصيه الموجوده في السوشيال ميديا؟ اول مره التقيت فيها الصحافه او انا احب الانسان اللي احسه من داخل نظيف. واحلام من داخل نظيفه، نظيفه يمكن يخونها التعبير احيانا بس صادقه. هذه هي. انا دائما اقول هالنوعيه من الناس ما تخوفك. واضحه، لانها واضحه. اللي يخوفك الانسان اللي يعطيك شوي ويمثلك شخصيه ومن داخله هو شخصيه ثانيه. هذا اللي يخوف الشخصيات. اوه وايد عدوا عليك وايد وايد قدامي شخصيه ومن وراي شخصيه، او يمثل على الناس كاركتر وبالواقع هو كاركتر اخر. هو شاطر انه قدر يخدعك نهى، ولا هو يجيد التمثيل، او انت
على قولتهم ماشي على النية. أنا وايد على النية، أنا على البركة بعد، مو على البركة. لا يمكن أنا ما تحتاجين ذكاء علشان تخدعيني على فكرة. واضحة. أنا شوفه يمكن لأني كذي على النية أحس كل الناس نفسي. أوكي. بس أحيانًا كثيرة لا، اللي قدامي ما يكون. هو شاطر. مثل ما أنا يعرف يخدع. إيه بس راح ينكشف لأنه ما تقدرين بالذات مع السوشيال ميديا اليوم. ليه متى تقعد تمثل شخصيتك هذه على الناس؟ راح تنكشف بموقف، راح تنكشف بلحظة، راح تنكشف بجملة والناس أذكياء. في بالحياة ممثلين أشطر من اللي قاعدين يمثلون في الشاشات؟ وايد. جداً. جداً. عدوا عليك؟ ليني. حلو. أشرب شويهتكم. إزاي؟ شربي شويها ونطلع فاصل ونرجع معنا. ورجعنا. أهنيك. قوبي مو راضي يطلع معانا. احنا حاولنا نجيبه قبل شوي بس بعد شوي هو تو قاعد من النوم في عسر. اي شوي انت عارفه كل واحد فيهم عنده شخصيه صح؟ كل واحد كاركتر وكل واحد شخصيه عشته. حمود صعب شويه، اصعب واحد فيهم. لانه مثل ابوه. اوكي. ما يحب الاضواء، ما يحب الحركشه وايد. عايش بعالمه الخاص، يقرا. اوكي. يعني عايش بعالمه، عنده اهتماماته الخاصه. دانا شريكتي ما تقولي له لحظه، ما تقولين انت تعاد نسخه من ابوك دايما. تقولين لازم دايما. تعرفين لقطه لما تعصبين علي انت وابوك انت وايد. ودانا دانا فشريكتي فاشينيستا صغيرونه، عايشه سن ابوي تخرع والله ما شاء الله عليها، بس يعني مراهقه يعني. اوكي. مراهقه صغيره مع ان اسم اللي عليها عمرها 6 سنين. اي دائما سابقتك حق الميك اب وحق الدنيا. اي ويعني وعندها وتحب مطربين اجانب وتسمع اغاني اجنبيه. شو اخبار فهد البوي فريند؟ ما ادري الحين عطلنا، ما ادري ايش قاعد يصير صراحه. انت قلتيها يا ويلك من ابوك بالمدرسه. بالمدرسه حتى يعني عندها شلتها الخاصه. اوكي. اي وفهد واحد منهم يعني. من فهد اوكي. تدق عليه كان التليفون بالبيت والله متابعه السناب. متابعه طبعا. فا اي شخصيه شوي صعبه دانا. بعد قوبو يعني ماكو مشاعر. نشوف عينك. ما في مشاعر. ماكو مشاعر. بالذات يحب سلوى بنت نوف. بنت نوف. اي لان بحكم انه صغار قراب بالعمر هم اللي قد بعض. اوكي. يا حب يا هواش ما في شيء. ويا بعض ما في علاقه يعني. ما في يعني علاقه بالنص. يا انه فجاه صاروا يحبون بعض وتمام مع بعض يا كذي. اي انا اضحك لما تصورين سلوى التفاصيل وهي قاعد تبكي. يعني لحظة الفراق وش عديم إحساس وتحطين عليه وهو يضحك تقول عديم إحساس. يعني أحيانا أنا أشك إنه عنده مشاعر الولد. أشوف وين ماكو مشاعر. أوكي. حتى أي من السفر هي أنا يعني مشتاقت له وايد. شرفتي. إيه شرفتي. شرفتي. وعادي يلف وقت تحت حتى. أوكي. ما يسلم عليك. عادي. 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 بس تشتاقي له أكيد. إيه طبعا. هالجعدة هذا أكثر واحد اشتاق له صراحة. شلون قضى العيد؟ لبستوه قحفية بالغصب، دشداشة بالغصب. ما رضى يغتر. ما رضى. ما رضى يغتر بس. خايف على شعره. والدشداشة ما يحبها. الغترة هي اللي تطيح شعره. لما ساعات إذا شاف أبوه مغتر يتشوق يغتر. أوكي. يجيب لي غترة وعقال ويقول لبسيني. يقلد. إي بس تعالي لبسي مثلا غصبا عنه ما يحب. والدشداشة طبعا انسي. أوكي. دشداشة. الحين كل الشباب كاجوال يعني. كاجوال. خلاص ما تشوقين ساعات ودك تشوف حق التصوير والذكرى. حق التصوير. انا من النوع اللي احب اخلد كل شيء. كل شيء اصوره. زين اليوم ليش حاطينه في الجنطه؟ بصوره انستغرام. تحطونه بالشحن ليش يعني؟ لانه هو مستانس على قعده الجنطه. اوكي. على فكره هذه حركته، كل ما جيت ازهب جنطتي يقعد بالنص. كل شيء. يستانس على قعده الجنطه. اوكي. زين شو اخبارك مع الشعر؟ الشعر موجود. بس اعتزلت الامسيات الشعريه. واليوم ما عاد في وايد امسيات. ديوان يعني ديواني الشعري كان احدث شيء سويته. جمعت كل القصائد اللي كانت مبعثره واللي ضايع بالنت. أوكي. واللي بالمنتديات وفي شغلات. والله انت جمعتيها ولا في ناس ساعدتك؟ انا جمعتهم شخصيا وتوجهت لدار النشر، كان بيننا وبينهم اتفاق وحطينا جمعناهم كلهم بديوان واحد. واكتب يعني كتبت مؤخرا قصائد بس نشرتها على السوشيال ميديا وعلى سناب شات. اوكي. بس الساحه الشعريه والمجلات الشعريه هذه انقرضت. مو بس انقرضت يعني كانت صداع. كانت
بس كان وقتها لها قوتها، كان لها قوتها. أوكي. بس يعني دخلت بحرب شلالية أنا ما لي علاقة فيها، مجرد أنك تنشرين بمجلة تصيرين محسوبة عليها. أوكي. فكنتي في المختلف. في المختلف. أوكي. فكل اللي عنده عداوة مع المختلف صار عنده عداوة معي. أوكي. وكنت طفلة صغيرة يعني. مو مستوعبة. 17 سنة يعني أنشر قصيدة ليش أنسب أو ليش ينغلط فيني أو ليش يتطرقون حتى الأشياء شخصية يعني بحياتي. بعدين استوعبت أنها شلالية وخلافات ونزاعات وتصفية حسابات. بس المضحك المبكي اليوم بعد ما انقرضت كل هالمجلات. أوكي. كل اللي يشتغلون فيها صاروا أصدقائي. أصدقائك بس بوقتها كانوا قاعدين ناشبين. أي طبعا كثير من الصحفيين والزملاء يعني اليوم صاروا أخوان يعني وأصدقاء. شككوا يعني. شككوا بشاعريتك أيامها. إنه ما تكتب، ونكتب لها فلان وايد هذه سمعتها. بس يعني اليوم لما الناس قامت تعرفني على السوشيال ميديا قامت تشوف ان قصايدي تشبهني فصارت تربط يذكرون يعني السكسوكه اي هذا شخصيه نوع عرفتي فاليوم الناس صارت تربط. ابو حمود كان سكسوكه؟ كان بسكسوكه. اي كان بسكسوكه لما كنت اجمل بنت في الجامعه. في الجامعه. الجامعه لازم. لا ما كنت اجمل بنت في الجامعه، انا كنت مسكينه. اوكي بس بالسياره قلتي انا كنت اجمل بنت في الجامعه. طيحتك ها؟ لا بحمود كان عنده سكسوكه بس بحمود تصدقين ماي انتبهت لشغله وهي توني كنت اتصفح يعني كثير من اللقاءات اللي كنت اسويها انا قبل في المجلات واضحك عليهم ترى على فكره. اوكي. المانشتات والوقفه كنت صغيره يعني. بس ترى كان اليوم يعيبون عليهم ترى لما ينزلون. بس ترى اول ترى كان واو شيء كان واو والستايل والهذا الستايل الدنيا مسكت نظاره كذي ما شنو كان جو كان جو والحواجب انا اقول اهم شيء الحواجب اهم شيء الحواجب كذي ضروري. فلما كنت اقرا تو قريب دائما لما جزئيه كنت اسال مواصفات فارس احلامك كنت اقول ابي حمش السيد ويطلعني من الاعلام نفس الجمله بكل المقابلات سبحان الله يعني وكان شرطه الاول اطلع من الاعلام المرئي والمسموع والمقروء تخيلي يعني كتبت بعقد الزواج لفيتي فوق تحت طلعتي بسناب طلعت بسناب بالسناب احس يعني والله احس ساعات ان الشهره هي اللي تركض وراي مو انا اللي اركض وراها قدر والله يعني ما كنت متوقعة وأنا بأمريكا لما أسوي مدونة موضة وأزياء هذه راح تصير الهبة ما كان في أحد يسويها معي رفيجاتي كانوا يضحكون علي لما أوقف أصور ملابسي وأكتب لك كل يوم انضغطت تدريش ليش تصورين يعني شنو تبين ليش تصورين يقولوا لي اليوم صارت هذه الهبة وطلعت فاشينيستا وصارت تركض وراهم دور الأزياء كنت أسوي ميك اب توتوريالز أحس ما حد يطالعهم بس بعدين تفاجأت إن 10,000 فولوور 20,000 فولوور 70,000 100,000 200,000 مليون الناس دورت شيء غريب فأحس إيه قدر يمكن إيه هي اللي تركض وراي الشهرة مو أنا اللي أركض وراها حتى المجالات اللي أروح لها ما يكون فيها أحد أوكي. أحس تصير فجأة شيء مشهور ما أدري وجهي خير ولا إيش أكيد وجهي خير وجهي خير على وايد أشخاص يعني حتى مع تلفزيون الكويت لما أنت بلشتي يعني كان ما في وايد كان عهد الذهبي صراحة وقت اللي بلشنا كان تلفزيون كان تلفزيون يعني كل النجوم كان فيه ما كان في قنوات خاصة وقتها طبعا وحتى لما طلعت القنوات الخاصة أنا كنت من أوائل اللي وقعوا مع تلفزيون الراي أول قناة خاصة اشتغلت معاهم ومع حصة الملة ومع دويسان الله يذكرهم بالخير كلهم الله يذكرهم بالخير ناس كبار فهذول الجيل اللي كبرت معاهم عرفتي ودربت وياهم كنت أدرب المذيعين الشباب بالراي فجأة صار الإعلام شيء ثاني أخاف نرجع مرة ثانية حق جزئية إنه وقفت ماشي زين أنت حتى لما كنت في تلفزيون الكويت كنت أنت في وقت ما كان في وايد يعني مو كل يوم بنية كويتية تطلع تقول أنا بدش الإعلام كان وين قعدنا فترة طويلة بس في حصة الملة حصل من الله الله يذكره خير استديو 300 وإحنا قاعدين نطالع كذي وما شنو كان عشق بعدين زمن ثانية في غادر زوقي وقتها على فكرة تلفزيون الكويت كنا يعني لما نقدم تلفزيون الأطفال المسجات مو بس تينا من الكويت يعني إيميلاتنا كانت من الكويت والسعودية وعمان وليبيا وقطر أيام ومصر الإيميل بقى. كنا نحس يعني ما أتوقع كنت أشوف يعني لما أطلع على تلفزيون الكويت ما كنت أدري أن صدى تلفزيون الكويت واصل لي أقصى العالم العربي يعني مشاهد لأنه كان مشاهد بشكل رهيب واللي يطلع على تلفزيون الكويت نجم يعني كانوا تذكرين ناهد الشيخ الله يذكرها بالخير
نجوميتها الحقيقيه كانت من تلفزيون الكويت. معصومه عبد الكريم اذا تشتغل بتلفزيون الكويت هذه اضافه لك العمر كله طبعا. حرفيه نتمنى انه يرجع الحال مثل ما كان. ما تشوفينه؟ انا متفائله عندك نسبه التفاؤل؟ يعني اشوف كثير انه يعني الوضع قاعد يتحسن بشكل كبير. فتره من فترات كل النجوم هجروا تلفزيون الكويت وما يلامون. مو عارفه السبب؟ لا في سبب طبعا. الماده طبعا. الماده العروض الماديه اللي كانت تجينا من محطات كبيره ما تتقارن يعني. انا سمعت اخر عرض عارضين عليك تلفزيون الكويت 50 دينار في الحلقه يعني مؤخرا. ما قدرت صراحه يعني 50 دينار التزام وبرنامج يومي. شوفي بالنهايه هذا التلفزيون اللي ابتديت منه وتحسين انه مسؤوليتك انه بس مو 50 ساعي بس انت يعني قدرونا بعد يعني يعني اليوم انت يعني هاي كاش ولا اقساط ولا بالضبط يعني الوضع الزمن تغير طبعا. يعني اليوم الواحد يسوي دعايه سناب ولا انستغرام تغني عن شغل 5 شهور بالتلفزيون. فهمت علي؟ بس ترى على فكره هم في تلفزيون الكويت في ناس قاعد تاخذ بالالاف على الحلقه. والله ما عندي علم. اوكي انا لان العروض اللي جات لبرامج معينه يعني بس ما قدرت التزم. انا اتذكر الجاسم كان 6 على 6 يعطونا كنا 3.5 في الحلقه. يمكن هم لهم تقييم معين ما ادري. انا تدري حتى ما ادري اذا كنت مصنفه بوزاره الاعلام كمذيعه او كاعلاميه. والله العظيم لان هم ترى عادوا تصنيفات والامور تصنيفات ما من اول وجديد. ما عندي اي فكره عن هالموضوع. ما عندك؟ سمعت ان انا يعني تصنيفي مذيع نجم او شيء كذي بس ما سعيت ورا الموضوع. اوكي ما سعيت. مذيع نجم يعني يمكن 25 دينار. والله زين كويس ارحم من 50 على الاقل يعني الواحد يشتغل. شوفي انا والله انا مع تلفزيون الكويت قدمت برامج كثيره ما خذيت مردود مادي. كلنا صار فينا كذي. ويمكن عندك الخبره بالاعداد يعني وعارفه الوضع بس كنا نشتغل على قلب واحد علشان يمكن اسم او صيت او سمعه. اليوم خلاص انا بنيت نفسي بنيت صيتي بنيت سمعتي طبعا. ليش يعز علي اشوف تقدير من محطات برا وما اشوفه من التلفزيون اللي ابتديت منه يعني تلفزيون ديرتي؟ وانت اذا انت محتاج دعمي انا محتاجه بعد طبعا تقديرك اكيد. يعني هذا يعني فنانين كبار ما عنده استعداد يتنازل عن تقدير المادي لان التقدير حقه. المادي بالنهايه حقك حقه وتقدير معنوي بنفس الوقت. يعني اذكر من اطرف التعليقات بهالموضوع تعليق الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا. التكريم مو بس دروع صح. انا مو قلت شيء. اي قلت شيء صح. إيه صح ولا لا؟ اي ابو عدنان احيانا كثيره يعني مهرجانات كبيره تكرم فنانين كبار عادل فهد عبد الحسين عبد الرضا خالد النفيسي رحمه الله عليه علم مفيدي. ليش بس درع وشهادة تقدير؟ لما يروحون عند القاسمي في الشارجة درع شوف التقدير درع ويطبع له كتاب في سيرته الذاتية كاملة شوف التقدير غير الشيك غير ويحق له. يعني إذا عبد الحسين مثلا بعد 60 سنة فن بس يعني 60 سنة يعني أكبر من يعني هو مبلش من عمر يعني حتى تعطيه قطعة حديدة ويسلم وما شو يسوي؟ يعني مو بس تخرجنا احنا خلاص ما تخرجنا عرفتي؟ فبس بالنهايه بالعكس يعني اذا لقيت فرصه حلوه انا اخذها من غير تفكير. بس مو انه فرصه مو بالمستوى المطلوب او ما فيها التقدير المطلوب لا ماديا ولا معنويا ولا اي شيء بهالحاله لا ما راح اتنازل على حساب وقتي يعني. أوكي. وقتي هذا اولى فيه عيال. عيال اوكي ما اشتقتي حق الميكروفون؟ ميكروفون الإذاعة؟ أوه حبيبي كثير بس نوفا مكفية وما في مكفية هم بنفس الوقت ما لقيت الفكرة الحلوة. يعني ما بي أرجع 7 سنين ورا وأقدم برنامج مسابقات ما في أصلاً حتى إعداد. يلا قول ألو تفوز عرفتي هذا الوضع ترى اللي صاير الحين. ما في برامج مسابقات ما في إعداد. قول ألو تفوز غني لي تفوز سوي لي تفوز. زين انا نوف ليش احسها دائما ضحيتك؟ نوف ضحيتي؟ اي لا نوف اي كانت ضحيتي واحنا صغار لان ما دشت ترى الاعلام كنا صغار. اول 5 سنين من عمرها رايحه مع نوها ما تدري وين رايحه ولا تدري ايش قاعد تسوي. لا بس نوف ترى على فكره وايد مخرب عليها مو مخرب عليها يمكن هاي شخصيتها. تحب خصوصيتها وحياتها وايد. ما عندها استعداد تدفع ضريبه الشهره نوف. اوكي انا اشوفها مقله حتى بالسناب. ما عندها استعداد مجرد ما تحس انه خسرت جزء من خصوصيتها او من حياتها توقف. انا عندي هالشغله بس مو كثر نوف. فنوف هذا اللي اخرها كثير.
إعلاميا تمتلك أدوات كثيرة، ثقافتها حلوة، أوكي. صوتها إعلامي شاطر، عندها المقومات اللي تخليها مذيعة شاطرة، بس نوف وايد تفصل بين حياتها الخاصة وبين شغلها، أوكي. بيور شغل، أوكي. وما عندها استعداد تصير نجمة، ما تقدر على النجومية نوف، ما تبيها، ما تبيها وما تقدر عليها، ما تقدر عليها، هذا ما تقدر على ثاني. الأضواء، ما تقدر على المقابلات، ما تقدر على دفع ضريبة الشهرة، تنزعج أحياناً كثيرة، فتحب حياتها الخاصة وايد. حلو، بس أنا ليش تحكي من كانت ضحيتك؟ لأن لما أسمع نفس سالفة يوم زواجها، لما انشقنا في نوف أضبطك أنا عجبني، بس ضبطها ترى، أي ضبطيها بس والله أنا ضبط يعني، بس تضبطيها لا مص يعني لا مصورة، صورت نسيت المصورة، شوفوا لأنك كنت وايد مشتطة، أختي الوحيدة وزواج، وأنا جاية من أمريكا حامل بالشهر السادس بقوبي، وأبي أبيضها، أنا لما يجيني الإحساس إن ببيضها يوم العيد، هذه أنتي ولا قوبي هرمونات طلعت كل شيء، كل شيء تخيلي الضغط اللي علي، يعني أنا ترى العرس كله حضرت له بشهر ونص شهرين، أوكي، واتفقت مع الله يذكره بالخير الأستاذ خالد حميد، صمم لها الكوشة، أوكي، وسويت لها كل الموضوع وخلصنا الموضوع والإجراءات، وكان رمضان ملتشة برمضان، وسوينا العرس عقب رمضان ووايد كان لويه، أوكي، نسيت المصورة، أوكي، والبدلة يت مشقوقة مو مني، البدلة يت مشقوقة، يت مشقوقة من ونوف وايد، قلت لك يعني ترى مو قوية مثلي، نوف إيموشنال وايد عاطفية، تتوتر، تتوتر، تأتين مو بس تتوتر. انشق النفنوف، انشق النفنوف، أضبط، ضبطها بخيط حمر، حمر، لأن هذا الموضوع، وهذاك أيوه وهذاك أبيض، مبين خيط حمر والنفنوف أبيض، ويوم يعني نزلنا يبين، يبين، تخيل يوم نزلنا، نزلنا القاعة وأنا كل شيء مرتب وشاد الظهر إني سويت لها شيء حلو، أطالع تقول لي نوها قاعد يصورون العرس، طبعًا، قلت لها أطالع ما في كاميرات، أنا مرتب العرس كله وناسي المصور، أوكي، هم رجعت، رجعتي، صورت في كاميرتي والله. وضبطنا المصور ويات المصورة الله يذكرها بالخير خلال نص ساعة يعني كانت موجودة يعني لحقت ضبطها ايه اوكي ضبط يعني شوفي لا وضبطها بعدين حتى بولادتها الأخيرة ما أوكي. عندي مشكلة أنا أحب أخدم بس أحيانا إذا وايد أشياء على راسي تفلت مني أشياء زين قوبي الحين يبي سلاوي ولا يبي أميرة بزيرونة لا لا للحين مو مبين بس مو مبين وشكلها ما يبي ولا واحدة فيهم شكلها بتزوج أربع شكلها تتخيلين نفسك نهى خالة؟ في يوم إيه عند الشناين شنو راح تكون شخصية نهى نبيل؟ كنا شخصيتي مع عيالي عادي يعني تعتقدين؟ إيه ما راح تغارين على عيالك ما راح والله مو كلش أنا مو كذي أمس هم تحكي على موضوع السناب أنا يعني مو نسرة مو أناشب وأداحر أنا وايد لاهية بعمري حتى لما ما عندي شيء أوكي قهوتي كتاب حلو اكتب اعزف عندي اشياء افرغ فيها طاقتي حلو فما عندي مشكله ابدا يعني اعيش بروحي ما عندي مشكله اتسلم مع نفسي استانس مع روحي على فكره اوكي وايد 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 استانس مع روحي بس استمتع بصحبه نفسي يعني. هذا الحلم يعني لو صار بالعكس يعني واكيد بيصير اهم شيء يكونون سعداء ومستانسين بالعكس يمكن ادللها والله ما تخيل نفسك مثلا تقول لا انا هذه ما بيك ما بيها لا ما انا اتقمص هالشخصيه ساعات بسناب نسرة يا الخالة نسرة لا لا بس ما عندي كذي والله ما انت ما عندك كذي اذا شاري ولدي وتخاف الله ما عندي مشكله اهم شيء اهم شيء اهم شيء حلو انزين رجعتك حق التلفزيون اي نهى لايف شلون شفتيها شلون تقيمينها وايد تعبت يمكن تعودت على دلع سناب شات اي قاعده تمسكين التليفون كذي الميك اب مالك الدنيا 4 ملايين يتابعونك بالثواني تصوير التلفزيون يمكن انت اخبر مني مرهق تحضيرات مرهقه يعني الناس اللي تشوف الساعه هذه احنا قبلها ميك اب ايش كثر صار لنا وايد ساعتين ثلاث ساعتين مكياج البرنامج لازم حجوزات تصوير لازم التزام مواعيد تصوير صح. وقت التصوير يعني بسناب مثلا انا اتحكم بزوايا التصوير بالكونتنت كله بالمحتوى كامل لما يكون معاك فريق عمل كبير ما اقدر اشرف عليهم واحد واحد يعني صار في خلل بالاعداد بوجهي صار في خلل بالتصوير بوجهي صار في مشكله صغيره هني او هناك صار كله بوجهي فانك تكونين تتعاملين مع فريق كامل وانت اللي بالصوره شيء وايد اتعبني وتحضيرات البرنامج وقت التصوير واتفاق مع الضيوف في ضيوف كثار يعني ما قصروا في ضيوف كثار خذلوني
يعني عشان نهى نبيل بالبرنامج مثلا طلبوا مبالغ خياليه عشان يكونوا ضيوفي، يعني مستضيفتهم مثلا بالاذاعه من قبل كم سنه. أوكي عادي يعني عرفتي؟ اوكي صارت كثير معي مواقف واعتذارات للحظه الاخيره، فالتجربه بشكل عام وايد ارهقتني. بشكل عام هل ابي اعيدها؟ راح اسوي سيزون 2. اوكي لكن راح اسوي مدروس اكثر. الفريق اللي انت اشتغلت وياه كان مريح ولا كان في بعضهم في كان فيها فوات كثير اخطاء كثير؟ لان حتى الفريق قناه الراي ما قصروا، بس احنا يمعنا الفريق بوقت قصير. إيه هذا غلطه ترى بعد. وما كنت حابه ان العمل يصير فيه شليله ومحسوبيه وكل واحد يجيب الضيف اللي يعز عليه ونوها اسوي له دعايه بنص بنص العمل. وايد صادفتني ترى على فكره هذه. مره ثانيه الناس يعني حتى الفنانين نظرتهم لي يعني قاموا يشوفوني بنك متنقل. اي اوكي حق البرنامج. فما ما كانت تجربه مريحه للاسف. اوكي بس بشكل عام انا راضيه عنها كتجربه اولى. اوكي كعوده 100% لا بس كعوده ماشي. بس عندي طموح انها ترجع بشكل اقوى واجمل مع يمكن مع فريق حرفي اكثر، عنده احترافيه اكثر. انت تعتقدين في عندنا ناس بروفيشنال في الكويت؟ في اوكي وايد ناس بروفيشنال، ولا ما شفتي هالاعمال الحلوه اللي قاعد تطلع، المسلسلات الحلوه؟ عندنا مخرجين يحطون على الجرح يبرد. اوكي دام قاعد تحكي عن المسلسلات، شنو تابعتي في رمضان؟ الحب حياه الفهد رمانه. سيلفي تابعت لأكثر من حلقه. اوكي رامز تابعت لأول حلقه بس. فيفي غير فيفي ما تابع فيفي. غير فيفي ما تابع. وشفت من الاعمال اللي راح اشوفها ان شاء الله كحل اسود قلب ابيض، لانه وايد سمعت عنه في رمضان يعني انه عمل جيد وجميل. ودحام يعني شمري لا يعلى عليه. اي طبعا فمتفائله فيه انه عمل مصري. ما شفتي عادل امام؟ لا والله ما شفت عفاريت عدلي علام. لا مع انك مدحتي على فكره وشوقتيني اشوفه. حلو حلو. انا تابع عادل امام كثير بس السنه هذه ما تابعته. انا ما ادري اذا احساسك نفس احساسي لما اشوف عادل امام كل سنه استمتع وبنفس الوقت اخاف اقول السنه الجايه ما في عادل امام. هو جميل بس ما ادري احس انه نفس الشخصيه بس القصه تتغير. كاركتر عادل امام عادل امام احنا نحبه تربينا عليه كذي. افيهاته شخصيته كلامه طريقه مشيته. احب لما يتناول قضايا كبيره بغلاف كوميدي استانس عليه وايد. بس السنه هذه للاسف ما شفتي. اكثر مسلسل عجبك حق عادل امام؟ والله كان في عمل من الاعمال بس نسيت فكرته شنو، اللي هو وعياله يجمع عياله عشان يروحون يبقون بنك. هذا مو عياله، هذول حراميه. هو كان حرام العود عشان عشمهم. فرقه ناجي عطا الله من احلى الاعمال. سنتين يصور فيه. تدرين منو احب اتابع برمضان كنت دائما ولا ازال؟ يحيى الفخراني. يبهرني يعني. اذكر الخواجه عبد الجادر من الاعمال اللي شفتها وكنت وقتها بامريكا، كنت اشوفه باستمتاع رهيب. والنوس شفت له كم حلقه وزوجي بعد تابعها بس ما كملت للاخير. اوكي بسبب الانشغالات وكذا. على الطايره اتابع الاعمال بالتليفون يعني بالطياره. اشوفك كله تتابعين من التلفزيون. اي بالطياره لانه صعب تلتزمين بمواعيد السفر على طول كثير، فصعب اقعد واطالع ما ادري الاعمال تطلع على اي قناه والساعه كم. فالسوشيال ميديا اليوم ما قصرت، يحطوا لك لقطات من الاعمال وتتابعينها او على لينكات المواقع. السفر كل يوم ديره، كل يوم قاعد تشوفين ناس، قاعد تشوفين عالم، في صداقات قاعده تكتسبينها، وفي عندك ناس قاعد تكشفينها حبايبي. اوكي في ناس هم قاعد يطلعوا لك اعداء يمكن هم في اماكن اخرى. يمكن ما ادري عنهم. ما تدرين عنهم؟ ما ادري عنهم. انت الشخص اللي يضحك بوجهك ما تدورين اذا هو كان صادق؟ نعم ضحك خلاص يعني عادي امور طيبه. شو انا دشيت بين ناس ادري ان اللي بالقاعه كلهم قارضيني قبل ادش. اوكي وعادي عادي عادي. شوفي لان لو انا انتبهت حق كل صغيره وكبيره وكل كلمه تنقال ودشيت بنوايا الناس كثير ما راح ارتاح بحياتي. ما راح تستمتع. ما راح ارتاح بحياتي. فانا دائما اقول امشي على النيه والله موجود يعني كما تدين تدان، والله شايف وعارف، وكارما زير يعني بالاخير اللي يحبك. انا دائما شعاري ما عندي مشكله مع احد، اللي عنده مشكله معي هاي مشكلته. هاي مشكلته هو. انا ام فاين.
بس في ناس تختلق مشاكل معك نوها. كيف؟ ما أرد. إنزين. فيني أتكلم ما أرد. أو إن رديت أرد بشكل عام. سندس القطان. وي. أوكي. أنتوا اختلفتوا؟ إيه كان اختلاف عمل والله. إيه هي يمكن لها حق في أشياء ويمكن في أشياء كثيرة ما كان لها حق فيها. أوكي. والله ما أدري بس شوفوا تدرين يعني سواء مع سندس أو مع أي أحد ثاني أنا والله العظيم النوع اللي مع الوقت بسرعة يبرد قلبي. تنسي. بسرعة أنسى. يعني لو أصادفها بمكان سلم عليها والأمور طبيعية جدا وما أشيل. ممكن يجمعكم عمل قادم. أنا ما عندي أي مشكلة بس يمكن هي عندها مشكلة ما أدري. يمكن هي تقولها ما بينها. يمكن هي ما تبي ما أدري. بس أنا ما عندي مشكلة أبد والله والله شوفي لأن ما أعرف أزعل وما أعرف أشيل وكثير ولأني كذي أنصدم لما أشوف أحد ردة فعل تكون وايد مبالغ فيها يعني أتوقع إنه عادي وأنصدم إن أحد خذاها بشكل شخصي وقام يتكلم بأمور شخصية وقام يدخل أمور ما لها علاقة وبالنهاية هو عمل يعني شغل اختلفنا فيه. باي باي السلام عليكم. إحنا ما راح نناسب بعض ولا راح نعيش مع بعض ولا راح هو عمل يعني نجامل بعض فيه وخلاص نمشي. فأنصدم ساعات من ردة الفعل بس عموما أنا قلبي ما يشيل. أوكي. ما أشيل. يعني أنا حتى والله استغرب إن راح سكتني بلوك عشان. وي. لا ما أدري ما عندي فكرة أنا والله صدقين ما سكتني. معنى أنا صدقين ما أدري يعني ما كنت ضايفتها. أنا أكثر الناس اللي اختلفت معاهم ما سكتهم أسوي أنفولو بس ما أسوي بلوك. أنفولو. أنت الأنفولو هاي سويت مشاكل. والله ما كنت مو يعني مو على البال يعني لما تسأليني سؤال وتعطيني ثلاث اختيارات تقولي لي أنفولو أو تجاهل أو رفض صداقة أنا إنسانة وايد وايد صريحة أنفولو ليش ما حبيت مثلا المحتوى ما حبيت ما توقعت هجوم ولا توقعت اللي صار عن حليمة اوكي معني ترى على فكرة هي تدري ان انا يعني انا ما عندي اي شيء ضدها ابدا يعني احنا من عمر مجال واحد صحيح بس تفاجأت بردة الفعل حسيتها شوية مبالغ فيها وحسيت يعني توقعت الطرف الثاني انضج من كذي فمرة ثانية نرجع لما نزل مستوى الحوار انسحبت أوكي. ما اعرف انزل بمستوى الحوار وارد بالقانون بس يعني عندي الحمد لله اليوم احنا بديرة قانون صحيح وكل واحد يعني يمشي بالقانون بس انا متضرر اللجوء للقضاء بس اسمي يكون يعني مربوط بخلافات ازعل وايد اتضايق لما اشوف صورتي بالاكسبلورر محطوطه بخلاف تحسين مو مكاني ولا انا ولا شخصيتي واتمنى يعني من الحسابات اللي تكبر المواضيع وتحط خلافات وكذي تركز على الاشياء الزينه يعني بنفس وقت الخلاف قبلها بيومين انا مثلا كنت مسافره مع منظمة الأمم المتحدة رايحة ملاجئ سوريا نفس الملاجئ اللي راحت لها أنجلينا جولي الكل صفق حق أنجلينا جولي ومشاهير السوشيال ميديا لما راحوا قالوا لهم ما حد عبرهم ولا حد درى عنهم هذا يزعل ترى يعور والله الناس ما تذكر لك الزين طبعا هذا هذا اللي ضايق الناس قاسين شوية على نجوم السوشيال ميديا والفاشينيستات مشاهير والفاشينيستات شوفوا أنا يعني الفترة يمكن حطيت بهالخانة مع أني ما أعتبر نفسي فاشينيستا أنا إعلامية واليوم بس الجهة اللي أتواصل فيها مع الناس تغيرت بدال التلفزيون صارت وسائل التواصل الاجتماعي صحيح إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي بس اليوم مثل ما قلنا مع جنون السوشيال ميديا مشاهير كبار ونجوم أخطأوا صحيح. كان لهم ردات فعل خطأ كان في لهم تصرفات متسرعة حسبت عليهم أنا ليه اليوم ليه وقت قريب غلط بالسوشيال ميديا فما بالك شخص السنة اللي طافت ما كانت مشهورة السنة هذه صارت مشهورة. فجأة فولوورز فجأة متابعين فجأة نقد فجأة تدخل في خصوصيات وكثير منهم مناضجين كثير منهم صغار مناضجين إعلاميا هالمشاهير اللي يطلعون فجأة ما نقدر نحاسبهم على التكة لأن ما عندهم الأدوات الإعلامية ما يعرفون يردون نفس روان بن حسين روان مثلا صغيرة بعدها صغيرة إيه؟ ما أقدر أحاسبها أنا على التكة تخطئ كثير روان وانا يمكن لي تحفظات بس نفس الوقت ترى سوت اشياء حلوه الاعلام ما تكلم عنها مبادرتها مثلا اللي عملتها يعني في اجتهادات من الكل من الكل انا للامانه اقول شباب وبنات كويتيين سعوديين اماراتيين مشاهير السوشيال ميديا في كل الخليج يجتهدون بس ترى الاعلام والمواقع والسوشيال ميديا ما تركز على الزين اللي يسوونه يعني اتابع مثلا ابراهيم باشا أوكي. من الإعلاميين السعوديين اللي أنا أحبه جداً أول يوم العيد جمع مجموعة حلوة من الشباب السعوديين خيرة شباب السوشيال ميديا راحوا زاروا المستشفيات قضوا العيد بالمستشفيات رسالة جداً جميلة ولا حساب شفته تكلم عنها
خل ابراهيم يتهاوش مع احد. اوه شوف ايش يصير. فايز المالكي قاعد يستخدم السوشيال ميديا بطريقه. فايز المالكي رائع يعني شخصيه يعني احسه. شوف انا ما اعرفه شخصيا ولا اتابع اعماله للامانه. أوكي. بس من خلال صيته الطيب بالسوشيال ميديا استخدم السوشيال ميديا بشكل طيب. وايد افكر لو انسان معطاء راح يعني زاهد الدنيا حسب ما اعرف. اي زاهد أمانة. انسان معطاء. يمكن هو محظوظ اكثر من غيره على فكره. لان ركزوا على الاعمال الطيبه اللي هو سواها والشيء الزين اللي يسويه. بس خل احد ثاني مش فيجنيستا مثلا تسوي عمل زين راح يتكلم عنها. اوكي مع انه انت هم كان عندك شيء سباقه فيه لما رحت وقفتي مع خديجه بنت الكويت. اي رحمه الله عليها. اوكي رحمه الله عليها. ورحتي للعدان وشفتيها ورحتي تاكدتي اول شيء من مبدا ليش نهى. هل انت بتاكدين ان الكلام صحيح انه مو نصبه او انه صج؟ لان توصلنا احنا ملايين الحالات. انا دائما يعني وانا قاعده افتح الايميل او الفريق عندي يفتح الايميل او على الدايركت مسج او كذا كثير حالات توصلنا وكثير حالات بالسوشيال ميديا ما كانت فيها مصداقيه حقيقيه. ما كانت حقيقيه. يجمعوا مثلا تبرعات من الناس على حالات غير صادقه. اوكي لما صارت سالفه خديجه سبحان الله الله يابها لي عندي يعني يوم انا ما افتح ايميل كثير انا عندي فريق يشيك على الايميل يوم انا شيكت على الايميل واصريت اني اروح اشوف شنو الموضوع فعلا كانت الحاله موجوده وكانت حاله البنت تعور القلب ونقلناها على السوشيال ميديا وقدرنا الحمد لله ناخذ تبرعات كافيه وسافرت الله ما اراد لها الشفاء ورحمه الله عليها يعني انتقلت يمكن الفتره الله. اللي تاخروا فيها صار في تاخير كبير صار في تاخير شهرين وتواصلوا مع كثير مشاهير بالسوشيال ميديا رفضوا يتكلمون عن حالتها بس بعدك تكلمنا الكل راح الحمد لله. شوفوا هذا التاثير الزين. هم نرجع مره ثانيه هل يذكر هذا لمشهور السوشيال ميديا؟ لو انا كنت محظوظه الناس ذكرت هالموقف مع انه ما سويته ترى على فكره البروباغندا يعني هذا انسانيتي. انت رحتي بقلب إنسانيتي. الام انت وقفتي بقلب الام الانسانيه المسج اللي يعني من الام اللي تقول لي انا مستعده ادفع لك سعر الاعلان عشان تين تتكلمين عن بنتي. لا ما في اعلان الحمد لله. رحت وغطيت وكان شيء جدا جميل وعقبي مشاهير كثير الله يوفقهم ان شاء الله تكلموا عن الموضوع فكان شيء وايد حلو. اللي بوصل له احنا نقصوا كثير على مشاهير السوشيال ميديا اليوم. في قسوه وايد كبيره عليهم. عندهم ايجابيات لكن لا تذكر ولا سلبيات يتم الرصد. نعم لها. انا كأم ساعات اشوف فاشينيستات وغير الفاشينيستات مشاهير يسوون تصرفات لتحفظ عليها ما بعيالي يشوفونها. ما بي بنتي تلبس هاللبس ما بي يصير عادي عندها تتكلم بهالاسلوب ما بي هالاشياء الغلط اشوفها عادي انا كأم عادي افكر بس مثل ما عندهم الايباد وعندهم التليفون يوم قاعد يطالعون الاجانب يا معوده قاعد يطالعون كايلي جينر ويطالعون مشاهير ويطالعون تصرفات تعور القلب الواحد ما يبي يشوفها يعني لو بتكلم عن الموضوع كبير ومتشعب وواسع. بس انا رجائي من مشاهير السوشيال ميديا يتعلمون من اخطائهم بس يعني كل طقه بتعلمه تعلم مع الوقت يصير عندك فلترك شنو ينقال شنو ما ينقال شنو ينعرض شنو ما ينعرض ما يصير سب مسابب على الهواء ذاك اليوم لايف انستغرام ايش سمعنا ريال مرته واشياء تعور القلب يعني الفاظ ما تنقال اساسا في البيت عيب يعني نسمعها شلون قاعده تشوفين ايش شفت عيب بس يعني ما ادري انا ما ابي باكر يصير العيب عادي يعني بس هذا تو يشوفون هذا صح عادي خلي الناس ومرة تقول طلقني وانا اعطيك 10,000 شفت انا هالاشياء اي يعني شو خلع يعني ولا شنو بالضبط شفت اشياء كثيره اوكي وترى انا مثلك انا عندي غيره على مجالي طبعا وعندي غيره على مجتمعي احنا ابناء تلك المرحله عندي غيره على الاعلام الراقي يعورني قلبي لما اشوف على الملأ كلمه تخدش السمع كلمه ما فيها احترام والله اعيد السنابه وبحمود شاهد 4 مرات 5 مرات ادير بالي انا ايش قاعد اقول اوكي كلمه غلط حرف غلط شيء غلط صوره غلط التصوير وهو يشيك وراي طبعا مسحي السنابه هذه طلع فيها شيء غلط يعني الواحد يكون عنده غيره على المجال اللي هو فيه غيره على الناس احسهم عيالي يمكن ما ادري يمكن لان احس اللي طالعون عيالي احس بانتماء احسهم اهلي فما طبعًا. ابي اللي ما اقوله قدام امي وابوي ما اقوله قدامهم بس لما يصير الاعلام كذي انا اشوف مثل انت اللايف اللي انت تكلمتي عنه انا افكر انه اذا كذي لايف وكذي الالفاظ بالبيت شنو شلون الاسلوب ترى مو صعب تسكر اللايف مو صعب تسكر اللايف ترى دقمه اي لا هم يبون شو بس للاسف في شو يعني
هاي في داون، يعني في شو سيء مو كل شيء اليوم يعني عشان ارفع بس الناس نتكلم نفس الجزئيه اللي احنا تكلمناها في البدايه الاحترام. احترام الناس والمشاهد والغيره على مجتمعك يا اخي، ما ابي يصير عادي عندنا وبين عيالنا الكلام اللي قاعد ينقال، عرفتي؟ هذا هذه ابو حمود ايش كثر دعمك؟ حد الدعسه حد الدعسه اوكي. هو الاب الروحي اليوم، يعني الوالده حبيبتي كانت هي شايله الهم كله لين يعني سلمت الامانه والعهده عند ابو حمود، مع انه هو كان قايل ما في اعلام مقاسي كثير، يعني اشياء كثيره قلتها مثلا على السوشيال، سبحان الله كله رايه صح. لا تتكلمين بهالموضوع، عنده بعد نظر، لا تتكلمين بهالموضوع، واصر اني اتكلم بالموضوع، وفعلا لما اتكلم بالموضوع بعدين اكتشف اني غلط او اني اخطات او ان صح كلامه ما كان المفروض اتكلم بهالموضوع. أوكي. كثير من الاشياء يعني لدرجه ان اليوم وصلت مرحله اذا قال لي عادي اذا قال لي لا خلاص لا، لاني مقتنعه 100% من غير تفكير انه هو صح، لما يقولك مع انه غير اعلامي ترى على فكره ابو حمود، بس عنده وجهه نظر في المجتمع في أكاديمي الحياه اكاديمي اليوم، شايف ناس شايف الجيل المجتمعات اللي شايف الجيل الجديد وعارف يتعامل معاهم، و ابو حمود تعلم يعني من كل انا سويتها تعلم معي كثير. أوكي. صار استاذي انا يمكن للحين على البركه على البركه هو استاذي، يعني لا عنده بعد نظر حلو. انت قلتي ان نوف تحب الخصوصيه مالتها، انت خصوصيتك الى اي مدى؟ انا كنت اخطئ كثير وايضا هو وقفني، يعني كنت اطلع اشياء كثيره. زين انا اللي ادري فيه انه هو ما يحب يطلع بالاعلام نهائيا ابدا. اللي سمعت انه في وحده يمكن في الشارع صورتكم اوكي وقفتوها اي ان هذا شوفوا هذا زوج نهى نبيل، فابو حمود قال لها تعال تعال كلم زوجها اي انه يعني عمل مو حلو ترى بالامارات ودول يعني اخرى تصور احد بدون علمه هذه جريمه، ترى حتى في الكويت حتى في الكويت هذا موجود، ما ادري ليش ما اوكي لا موجود ماشي اوكي اذا بالقانون عشان اقول لك لما تطالعين لما تكونين قاعد تطالعين الكاميرا يعتبر موافقه يعني مساء لما صورنا كذي ما ادري كذي يعتبر هني كلام ثاني هني معناه اني مختلف كثر ما اتصور وانا ما ادري انا وياه انا وياه واهلي وامي، وساعات في ناس يعني انا قاعده مع امي واهلي ما يبون يعني انا قررت اني اكون مشهوره، هم ما يبون ما يبون ما يحبون امي حبيبتي لو بصور معاها سيلفي ما تحب تطلع بالكاميرا. ابو حمود نفس الشيء على فكره، يا شفتها مره انت مصوره عندها تقولين يما ما احنا جايين ما عندكم بوكيمون صح ايام الهبه دهبه البوكيمون. ابو حمود لو بصور معاه سيلفي ترى على فكره ما يعرف يصور سيلفي، ما, ما ما يتوتر ما يحب يصور ما يعني حتى انا ساعات اقعد احوس بتليفوني اقول لي يا ربي انا ما متى اخر مره صورت وياك، ما يحب يصور فما بالك انه يتصور ويصير وجهه معروف وزوج نهى نبيل وحتى حياتنا احنا يعني هو محتاج خصوصيته يعني كرجل عنده مكانته دكتور بالجامعه يعني انه هو فلان الفلاني يمكن مع انه ترى الناس تنبش خلاص وعرفت فلان الفلاني زوج نهى نبيل ايه؟ بس هو مو حاب هالفكره يعني مو حاب فكره انه يكون زوج نهى نبيل او انه انا انسان دي كياني بعيد عن هو لكيانه شخصيه ناجحه عنده علاقاته عنده وضع الاجتماعي عنده ناس اللي يحبونه يعني ايش تعرفين فكره زوج الست هذه بمجتمعنا زوج الست كثير. هذا ما تنطبق على الكل لان زوج الست هذا لما يكون هي يعني يكون هو ولا شيء وهي الاساس يعني انا ما اقدر افرض يعني مثلا شخصيه نسب حمود رجل اكاديمي ودارس وعنده مكانته الاجتماعيه ومن اسره يعني وشغلي كله بيده على فكره إيه؟ شغلي كله يعني هو اللي مسؤول اليوم على على يعني يترأس فريق اعمالي كله فكل خطوه اخطيها بموافقته اذا قال لا لا اذا قال اي فبس بنفس الوقت هو حاب خصوصيته نرجع مره ثانيه حق النقطه انا ما اقدر اغصب اهلي يتصورون ليش ما تصورين امك ليش ما تصورين ابوك ليش ما اقدر اغصب اهلي يتصورون انا رضيت بهالمجال وسعيده فيه انا حابه نفسي على الكاميرا يمكن هم مو حابين الناس عندها اسبابها فبس للاسف مجتمعنا كثير من الناس ما تتفهم هالموضوع واطلع مع اهلي يصورون لليوم في ناس تقول نهى لما كانت في امريكا تختلف عن نهى اللي موجوده الان طبعا البيئه كلها يعني كانت غير
كل الحياة كانت غير، الجو كان غير. أوكي يعني ما كان في مسؤوليات، يعني كانت مسؤولية الوحيدة البيت والعيال، وكنت منعزلة بعيد، يعني كانت عادي عادي خليه يلعب ما عنده شغل. فحياتي كانت روتين واحد، أنا رفيجاتي ربعي أصدقائي، متفرغة كنت حق إني أخلق قصص على سناب وأسوي قفشات حلوة وتمثيليات صغيرة. اليوم قاعد أحاول، بس ترى مسؤولية كبيرة، يعني الناس ما قاعد تشوف إنه في عندنا عقود التزام مع شركات. يعني أنت بالفترة اللي أنت طحتي فيها مريضة إيش كثر صارت مشاكل، مطالبات يعني هذه التزامات. اليوم صار العمل احترافية أكثر. إذا أنت تبيني أقدم لك محتوى حلو، قاعد أحاول كثر ما أقدر أسعى أقدم محتوى حلو، بس عندي التزامات أخرى، لأن صار تدرين الوضع سبونسر اليوم. يعني عندي شركات موقع معاها عقود فيها بنود جزائية، إعلانه لازم ينزل باليوم الفلاني الوقت الفلاني الساعة الفلانية، تتأخرين دقيقة تحاسبين عليها طبعا. فاليوم صار في التزامات كثيرة، وقاعدة أتعب أحاول كثر ما أقدر أحافظ على العلاقة الحلوة بيني وبين الناس، أحاول أقنن الموضوع، يعني ما أكثر إعلانات باليوم الواحد. صارت مرحلة أحيانا نكون الشغل مضغوط طبعا، نعمة من الله هذه الحمد لله رب العالمين، بس صعب يعني قاعد أحاول. اليوم لما صار عندي فريق عمل متمرس أوكي، صرنا نرتب أمورنا أكثر، بس طبيعي الشخصية تتغير يا أخي، حر هني هناك برد هناك برد، بس بعد ذلك رحتي ذاك رحت ذاك المرة لما طقيتي على البيت، رحتي البيت اللي كنت ساكنة فيه وطقيتي عليه وطلع لك كنا واحد صيني مستأجر من الصين صار سكن من الصين والله أوكي، ورحتي وخلاص شوي دشين داخل، دخلت بيتي، بس بيتي مو بيتي خلاص، يعني كل شيء كان فيه زاويتي اللي أصور فيها، قنفتي اللي أفضفض عليها غير كلها راح. بس كانت يعني تجربة حلوة، أن ما أبكي على اللي راح، خلاص أكمل. نهى يقولون يعني أنتوا أثرتوا على الفضائيات، يعني اليوم المعلن يشوف أنه ينزل إعلانة عند نهى، عند دانا طويرش، عند روان بن حسين، عند مجموعة، وما ينزله مثلا في تلفزيون الكويت ولا الراي، أو أنه يقول مشاهدة أضمن إن عندها مثلاً وأرخص أرخص ومشاهدة أكثر. إيه فأنتوا أثرتوا، وهو التأثير هو أنك تكون شخصية مؤثرة، ترى غير أنك تكون مشهور. في مشاهير كثار مو مؤثرين، وفي ناس ما عندهم فولوورز وايد بس مؤثرين فعلاً. وأنا شغلي مع المعلنين وشركات الإعلان بين لي هالشيء، يعني في مشاهير عندهم متابعين بالملايين بس ما عنده تأثير، ما يبيع، وفي شخصية مو معروفة طلعت من السوشيال ميديا بس اذا قالت هذا العطر حلو يخلص سولد اوت باكر. اوكي، فهي التاثير وثقه الناس فيك ومحبه الناس لك. انا كمعلن اليوم اذا عندي منتج ابي ابيعه ما راح اروح حق فضائيات ولا راح اروح حق جرايد، يعني الفضائيه تنشاف كم 60,000 واحد يشوفها، اروح سناب فلانه مليون مليون ونص يتابعونه، 4 ملايين 5 ملايين ارقام خياليه طبعا، وربع السعر ربع السعر. فكثير من الشركات ترى استفادت من طفرة السوشيال ميديا، مو بس احنا كمشاهير استفدنا، شركات وايد اليوم بزنسز واعمال عسى ما كسر شيء هم بزنسز واعمال انشهرت واصبحت اليوم ما شاء الله قاعدة مشهورة جدا على مستوى الكويت، وفتحوا فروع برا بدعم السوشيال ميديا ومشاهير السوشيال ميديا، فقوة ما يستعان فيها. ثقة الناس او ثقة المعلن تأتي من اين؟ مع الوقت. زين اوكي، اجربك بمنتج بمنتجين بثلاث، وهم مو سهله. يعني انا ممكن اروح مطعم اكل كل شيء يعجبني، انا حرص مني اذا رحت مطعم مثلا اذوق كل شيء، اصور اللي احبه، بس اصور اللي يعجبني، ما اقول عن شيء هذا حلو هو مو حلو. اي عشان طالع عندنا فكره هالشيء، اي عشان راح ينقال انه اكلته اوكي حرام عليك انت وهكتينا فيه، وانقالت بكثير من المواقف لان الناس اذواق بالنهايه. يعني انا ممكن اذوق اليوم طبق اموت عليه ويعجبني، ما يعجبك مي طبعا، انا واي واقرب الناس لي نختلف على هالموضوع، بس الواحد يسعى كثر ما يقدر انه يحافظ على المصداقيه والسمعه، لان هذه اللي باقيت لك. انا اقدر ابيع الناس وهم اليوم، بس مره بعد مره بعد مره بعد سنه خلاص راح ينتهي الموضوع. شو اللي خلى الناس واثقه فيني طول سنتين او ثلاث سنين اللي طافوا؟ الحمد لله رب العالمين، الفولورز زادوا وما نقصوا الحمد لله، والشغل زاد ما نقص. ليش؟ اني اتعب على سمعتي، اتعب على شنو احط، مصداقيه. صحيح، خسرت كثير من الشركات ترى على فكره بسبب المصداقيه، يعني يرسلوني حمره مو حلوه، اطلع اقول ترى مو حلوه ويزعلون
بعد ما قلنا الصج احنا ما يو قالوا لك مقاضيك ما شن وايد مقاضيك يعني. فوصلت مرحله ان اللي ما يعجبني ما اصور احسن لك عشان توصلني منتجات 100 منتج و200 منتج اتكلم عن 2-3 بس. ليش؟ لان اللي يعجبني بس اللي اجربه ويعجبني بس. اوكي وصعبه جرى وخط الازياء اللي انت فتحتي لا للحين مو لاين الرسمي هذا مو لاين. هو تعاونات مع شركات معروفه وسويت لاين رمضان مع تشويس كان وايد الحمد لله ناجح حلو بس مو خطي الرسمي للحين. انا عندي عدسات باسمي بس عدسات وان شاء الله مهفات هاي بعد المهفات بعد هاي بس الحين التقليد عندك تحبين التقليد تقليد الناس؟ ايه؟ انت لو تدرين منو الحين هاب اقلد منو حياة خفت تزعلين علي قلدت عادي ما زعلت مني ما زعلت مني ترى انا قلتها مليون مره انا ما اقلد الا اللي احبه ترى عادي شوفي انت انا اقبل لان انا ادري انت ما تكرهيني بس في اشخاص يقلدون من باب الاهانه والسخريه اهانه والسخريه نفس ما صار في احد الفضائيات وخذوا يعني شوف الشخصيات اللي تقلد هذه الشخصيات اللي لها كاريزما وهذه قله ترى على فكره يعني اليوم في وايد اعلاميين اقدر اشوفهم بس ما اقدر اصيد لا الصوت ولا الكاركتر ولا الشخصيه بس انت ليش كاريزما فتقلدين في شخصيات كثيره لها كاريزما تتقلد في شخصيات ناجحه بس ما عندها كاريزما ما اقدر اقلديني اقلدك اقلديني راح اكون راضيه انت الوحيده اللي ما اعطيتك يعني موافقه للامانه برنامجك وايد حلو بس انا خايف ليش خايفه قولي ما زعلت زين خلونا اليوم نتكلم عن ضيفتنا يعني بس هذا اللي عندي بس هذا اللي عندي بس هذا بس لا جايب الصوت صح النبرة صح هذا انا ادري لما تعطينا انه في سالفه شايده لا في شيء في مصيبه جايه بس نرجع مره ثانيه ترى في ناس انا قلتهم وزعلوا في ناس قلتهم وزعلوا لان انا التقليد من المحبه والتقليد اذا حد يقلدك مره ثانيه ان لك شخصيه ولك كاركتر ما يزعل ابد لا انا قلدوني وضحكت استانست لا شوفي انا عندي شغله تبي تقلدني مثلا في برنامج في شيء من الاحترام انك تدق علي تقولي بقلدش اوكي انا اقول لك يس اور نو اذا منهم بيقلدني يقول مثلا فلان انا ادري ما عنده ضغينه ضدي انا قلدوني على فكره وضحكت استانست وحطيت المقطع عندي بالسوشيال ميديا بس انك تقتحمني وتقدمني بشكل مهين في الاخر احنا عندنا اسره نهاية اوكي عندنا اسر عندنا عائله عندنا وايد ناس اي اوكي هذه لازم لازم اوكي ومزه لازم المزه المزه فيعني قاعد اقول لك فجت لك عروض تمثيل انا طلعت قلدت بمشاهد سويناها بس على قناه فنون من زمان قلدت امل عوضي كانت وايد متفهمه وسعيده بالتقليد وضحكنا واستانسنا وقلدت شخصيات كثيره يعني قلدت احلام قلدت بس يعني عروض كان في مشروع مع داود حسين وكنت موافقه اقدم عمل وكنت موافقه تزوجت وما زويته الزواج احسن تزوجت من العرض بس كان الموضوع موجود اني اشارك ايام كان يقدم البرامج هم لان داود حسين بعد موهبه تقليد جميله يعني وكاركتر حلو بس ما صار للاسف ممكن الحين قاعد ازويها بسناب الحين ممكن لو يجيلك عرض بالتمثيل لا تمثيل لا انا احب سكتشات احب الاعمال المنوعه يعني عمل قصيره عشان قصيره عمل منوع ممكن واهم شيء يقدمني بشكل صح زين لو يجيلك عرض من حياة الفهد حياة الفهد حبيبه تمثيل ما اعرف امثل ما تعرفي تمثلين بس شخصيه امثل على سناب بس اطلع على السوشيال ميديا يعني على السوشيال ميديا امثل كاركترات بس انت جايبتها بس انت شايفتها اسوي كاركترات تضحك ثريا وولدها ايوه ولدها حتى نسيت اسم ولدها بس بالنسبه لي تمثيل صعبه عشان وضعك الاجتماعي او ان انت ما عندك هذه الموهبه او انت مو حابتها جربتها وما حبيت مو حابتها ومو حابه شتت نفسي اكثر مع ان انا يعني ما يعني مجالي معروف انا اعلاميه ويمكن دخلت بمجال الشعر بس التمثيل صعب والتمثيل يمكن افشل فيه وانا ما احب الفشل لاني عارفه نفسي ما اعرف امثل الفشل يتعبك نهى يقرق ويخوف
ما أحب ينقال سوت تجربة وفشلت فيها، ما أحب. مع أن الحياة ترى لولا الفشل ما عرفنا النجاح. صحيح. يمكن أنا perfectionist شوية، أحب زيادة عن اللزوم. أحب الأشياء perfect، في أشياء أسويها وما تكون بالمستوى المطلوب. بس ما أحب ينقال والله مثلت وفشلت، أو مع أن حياة فهد قامة يعني. أكيد. بس أطلع أصور وياها سيلفي. أنا ليش قلت لك حياة؟ لأن حياة تحبك أمانة. حتى مرة لما دزيت له الرابط مالك لما تكلمتي عني في أونلاين، كانت تقول إيش فيك ما شافته على طول، قالت إيش فيك أنت ونهى حبيبتي. قلت له ما بين شيء. قلت له إيش؟ وصدمت إنها تتابع على سناب وشافت شافت سفرتي ال لبنان وسمتني ملكة الإنسانية، كلام جميل قالت لي. هي هي حياة، شوف حياة ما تحب أحد كذي عبث. لا ما تحب شخصيات إلا هي تكون فعلًا حقيقية عندها نسبة كبيرة من الإنسانية. تقولين بيتها كلها نيرسز وسسترات، بروح. أي أنا وياها بس. أحس ونيس. والله أحس ونيس. لا حياة شخصية الفهد. جميلة. إيه. شوفوا أنا حبيتها بالكوميديا كثير. حياة الفهد من أيام خالتي قماشة وأنا أشوفها شخصية كوميدية، ولما قدمت تراجيدي كانت تقنعني. بس أنا أحب أضحك مع حياة الفهد. ضحكني. حياة شرحت صدر يعني جميلة صراحة. جدا ممتعة. فللأمانة رمانة اللي حرصت إني أتابعه برمضان هالسنة. أوكي مع الجروب. شخصية شيماء علي ومحمود بوشهري. بدعت شيماء. طراقات خذت. شيماء. أعتقد كذي ولدت مبكر. ما أدري. شيماء علي مع حياة الفهد شيماء علي أخرى، وأنا قلت لها الكلام على تويتر. فجرت فيها شيء مو طبيعي. طلعت شيماء علي بشكل آخر. ظالمة عمرها كنت أحس الفترة بالنكد وتسوي نفسها. شيماء علي شخصية اليوم من أجمل الفنانات على الساحة للأمانة. أنت يمكن التقيتي فيها شخصية؟ لا ولا مرة. يوم أحمد صراحة ولا مرة. حبيبة يلا علي دم خفيف. لا 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 أنا تم قلتي أنا ربعي كلهم جروب جميل هذا. أي ونسون أي ميس قمر عندك والله أقولك جروب يونس صح. بس نايف عنده عبد الحسين وعنده فيفي عبدو. أوه أبيهم اي هذا عنده. انا فيفي عبدو شوفي عاد متى يجي الكويت. عبد الحسين موجود في الكويت. فيفي عبدو عاد تبينها نيبها خاص. ايوه بقى ايوه بقى ويلا بقى شخصيات حلوه. انزين رحتي الطائف وسويتي لنا انفجار هناك، شيء عجيب عشتي لحظات وايد الحمد لله. يعني شوفي وايد لما اروح مدن سعوديه لاول مره اشوف المحبه من الناس، لان اول مره رايحه الطائف كانت اول مره. نفس الموقف صار بجدة قبل سنتين، الرياض، الكويت توا قريب. محبة الناس حلوة، ما أدري ليش الناس تزعل منها. يعني خليهم حق نهى نبيل. يعني المحبة مو أحسن من الأعداء؟ إيه. ليش في ناس زعلت؟ منو هذه؟ شنو سوت؟ شنو قدمت؟ هذا ما سويت شيء، ما قدمت شيء. أنا قدمت حق الناس حياة عفوية، أشياء حلوة. استانسوا وشافوني ضحكوا الحمد لله. أوكي. مو لازم أنجز يعني، مو لازم أخترع الذرة عشان يحبوني. يعني الناس قاعد يروحون حق جاستن بيبر ومش عارف ايش برا ويطيحون غشيانين، شنو سوى جاستن بيبر؟ مو الدنيا مو الدنيا قلبت انقلبت على حصه الاغاني عشان قالت حق فوز انت قدوه للبنات. انا صار خلاف بعد مره على تويتر على موضوع القدوه، يمكن قدوه بشيء معين، مو شرط اكون قدوه يعني خلاص لازم تلتزم كل شيء. ليش ما تكوني قدوه بالانسانيه لما رحتي حق خديجه او قدوه شهادتي سوريا. انا تخرجي من الجامعه بامتياز معرفه الشرف، يمكن قدوه حق طلبه الهندسه اللي ما اللي اذا حس بيوم من الايام انه مو قادر يكمل والله اذا نهى سويتها انا اقدر اسويها. بس مو ضروري يعني اذا انت شايفني مثلا ان لبسي ما يناسبك او ان انا سفور او عندك تحفظ على طريقتي مثلا باللبس او تصرفاتي او عملي او شغلي بالتلفزيون، مو مشكله. القدوه بمجال معين، قدوه بتصرف معين. يا اخي على الاقل يمكن اكون قدوه كأم محافظه على بيتي وعيالي. صحيح. يمكن اكون قدوه باي شيء زين. اوكي والناس مو كلها تلبس نفس بعض بالضبط. لا كل الناس حجاب ونقاب ولا كل الناس سفور ولا كل الناس. موضوع القدوه الانسان يقرر يعني انا اقتدي منه. يعني انا في وايد ناس مثلا يمكن ما احب حياتهم 100% بس اقتدي فيها بشيء معين. اقتدي فيها مثلا باسلوبها، اقتدي فيها بنجاحها، باختياراتها، باشياء معينه. فليش لا؟ بالعكس وايد ناس زعلوا من موضوع تجمهر الناس علي بالطائف وبالكويت ومنو هذه وليش وش حقه وكلام ما ادري شلون. بالعكس محبه الناس شيء ما يزعل. وما حبوا وحده مثلا من مجتمع اخر او جايبه عادات وتقاليد دخيله او
او شيء، انا يعني كل احط لك اياه وقاعد اصور سنابات ويا عيالي وبالكويت ومو بعيد يعني مو بعيد. ما اعتقد شيء يزعل، بس يمكن اللي الناس اللي ما ادري حتى المقارنه احسها الغيرة. يمكن غيره حتى المقارنه غير عادله يعني. اذكر فتره من فترات لما حطوا اسامي المشاهير السوشيال ميديا بالشوارع كانت حمله بوتيكات يعني صح. حمله شركه انا قاعد أقول ليش ما حطوا اسامي شهداء او هو ما سميتوا الشوارع باسم نهى نبيل سموا الشوارع باسم الشهداء. شيء جميل كلنا نفتخر فيه، شيء جدا جميل، بس يعني وليش ما حطيتوا اسامي حفظه القران؟ حمله مكياج حفظه القران وايد اكبر من كذي، ارقى من كذي يعني. لو هي حمله من مثلا برعايه وزاره الاوقاف او كذا نفتخر فيهم ونحطهم على راسنا من فوق، بس احس انها شويه الناس قامت وايد تبالغ بمقارناتها يعني. حتى مقارنه مو منطقيه. في عنف حتى في المقارنات، في عنف بالرد، في بنات ترى على فكره زميلات بالسوشيال ميديا تعرضوا لهجوم يمس شرفهم. اي انا شفت صراحه يعني شيء تصرفات لا اخلاقيه، ويحس بالخطر ان الناس توقف مع الغلطان ضد اللي نهجم عليه. مهما كانت هالبنت بنت تبقى بنت، والشرف احلى من الشرف ما فيش خط احمر طبعا. ما اعتقد يعني اذا اخطات بلبس او اخطات بتصرف او اخطات بكلمه يحق لك تغلط على شرفها او شرف اهلها. لا اعتقد هذه يعني نقطه واضحه، نقطه وايد واضحه، وما صارت مع واحده او ثنتين او ثلاثه، كثير من الناس. فنعم في هجوم قاسي، اوكي في عنف بالافكار، عنف بالافكار يبقى لانه كونسبت جديد. بعد سنه سنتين ثلاث ما اعتقد راح يظل نفس العنف. طول الزمن هذا التطرف بالافكار وباستيعاب الاخر ومع تطور الزمن موجود موجود اوكي، ما قاعد ينقرض اكيد. وكل ما صارت فكره جديده، ولاحظي المره هي اللي تهاجم يعني. الريال يطلع بالسوشيال ميديا عادي، يسوي دعايات عادي، يسافر ويروح ويرد ويضحك مع فلانه وفلانتانه وعلانه عادي، بس خلتي بنت تطلع بالسوشيال ميديا حتى لو هي بعيده عن القيل والقال، بس مجرد حطت سوت ميك اب توتوريال وحطت مكياج يصير مس بشرفها عادي؟ اي لان البنيه لما توصل، لما انا اكون رجل واوصل لشرفها هني تسكت، ما تقدر تسكت. اي هو عنده كذي ان هذا الشيء يكسر عينها تسكت. اوكي انا اشوف ان الشرف يعني مجرد ان الحوار يوصل لهالمرحله، مرحله انك تدخل، هذا جدا انحطاط. يعني انت الحين قاعد غلط على بنت تحمل عائله، العائله هذه بالكويت معروفه، الاسم معروف، اهلها اخوانها، انت لما تغلط على البنت غلطت على عائلتها كلها. فنقطة الشرف هذه أنا مو مستوعبتها. يعني ممكن تنتقد تصرفات معينة بعيد عن المساس بالأخلاق والشرف والأمور هذه كلها، حتى لو عندك تحفظ. وأرجع مرة ثانية أقول عندي تحفظ أنا على كثير من اللي يقدمونه زميلاتي اليوم في السوشيال ميديا. ساعات أشوف مقطع أقول شلون قالت كذي؟ ما يصير ينقال. شلون صورت كذي؟ ما يصير هذا بقى شلون ليش كذي؟ فيني ام العيال اللي داخل ما ترضى اوكي شلون لابسه كذي؟ شلون مسويه كذي؟ ولانك يمكن مكتب عمرهم ما كنت قاعد تسوين كذي، كنت قاعد تسوين شيء ثاني. جيلنا كان غير يعني، وصلنا مرحله اليوم كل شيء قاعد يطلع السوشيال ميديا كلها. اوكي الناس اليوم قاعد تدش عندكم في السوشيال ميديا قاعد يسبون اي واعتقد في قبح في الالفاظ الكومنتات قصدك؟ لا الحمد لله انا ما عندي. ما عندك؟ لا كثير يعني انا يعني حبايبي لو بتحكي عن المتابعين ابكي. بالعكس ظهر وسناد وطاقه ايجابيه ما توقف. لو يعني ضاق خلقي بيوم فتحت بس كومنتات انستغرام او سناب خذيت طاقه ايجابيه ورديت من المسجات الجميله اللي توصل. تحترم الناس تحترمك. تطلع على الناس تكلمهم، في ناس تكلم المتابعين باسلوب قذر جدا، مشاهير إيه مشهوره ونجمه تحاكي الناس باسلوب غلط. ما تحترمين المتابع، شلون تبين يبادلك المحبه؟ وتهديد ووعيد وترى ارفع عليكم وترى اسوي لكم، يعني ترى مو اطفال. ترى على فكره اللي بيرفع قضيه ما يحتاج انه يقول انا راح اسوي راح افعل، هو يروح يرفع الصبح. الاسلوب ترى مع الناس وايد مهم، شلون تعاملينهم شلون يعاملونك. احترام تحترمهم يحترمونك. تعاملهم باسلوب محترم يعاملونك باسلوب محترم. تغلط عليهم راح يغلطون عليك. فانت اللي تخلق هذه الصوره عند الناس. الاعلام تغير كله على بعضه انه كله من الزمن اللي انت عشتي فيه. قبل لفظه بقره سوري ما يصير تنقال عن فنانه بالتلفزيون قبل. الحين شلون صارت عادي؟
الحين قاعد تنقال الفاظ صعبه ما تنقال يعني. وللاسف انه مو بس باعلامنا هني، اعلامنا العربي كله عربي. انا شفت يعني انا شفت عمل سعودي قبل يعني في رمضان، حضن ريال ومرأة حضن وبوس يعني انتقد كثير. إيه يعني احنا اول ما عندنا يعني احنا الكويت الاوبن ما سوينا كذي يعني صح يعني احنا دائما يقولون احنا وايد متحررين عن الخليج كله احنا والبحرين يعني. الاعلام تغير بس ترى الناس الاصيله وايد اللي ما يرضون بالغلط وايد بس مو كل الناس تتجرأ انها تنتقد وتقول. فعشان كذي احس من يعني دور الاعلاميين اليوم والناقدين اذا انا شفت شيء غلط اقول واتكلم، ومو من حقك انت كفنان اذا يعني مثلا اخطات ما تبي يا اخي لا الكل يبي يصفقوله. انا مره صادفت مخرج افلام في وزاره الاعلام قال لي مي مو معقوله انه نبيل يعني باليوم تطلع له هالكثير يحاسبوني ادري. فانا استغربت انه قاعد حاسبني انه يعني انا ما عم انا قاعده اطالع سنابات. تدرين في تقرير باليوتيوب؟ لا في تقرير باليوتيوب انه نبيل هالكثر تطلع باليوم. يوه احيانا احس يا ربي الحسد وصل لهالدرجه. لا لا يعني انا عمري ما حسبت حق احد والله. هم مرة ثانية أرجع أن أتوقع أن كل الناس نفسي أوكي. بس أحيانا أتمنى لو كانت عندي وظيفة أو كان عندي شغلة الناس ما تدري إيش كثر أنا قاعدة أطلع لأن بوظيفتنا إحنا أوكي. كل إعلام تسويه الناس تعرفه، كل فلس تسويه الناس تشوفه. أحيانا أتمنى لو أنا عندي مثلا بزنس أو عمل، بس أنا شخصية يعني فاشلة جدا مجال بزنس. أوكي وما تحبين الدوام؟ ما أحب الدوام والالتزام وما أعرف أجاب البزنس. أنا أسوي شيء أحبه والله يرزقني من وراء يعني متعة. إعلام تقديم برامج يعني هذا رزق ما كان متوقع الله سبحانه وتعالى افتحه علي. بس عمري ما حسبت حق أحد. جي استغرب لما يحسبوا لي قاعدين حاسبين والله يحسبوا لي وقاعد حاسبين صح حاسبين غلط بعد التقرير غلط التقرير زاد وش دعوة بعد زاد يز. أوكي هذا شيء ثاني وش دعوة زاد بناخذ فاصل ونرجع معاك نكمل في كشف حساب. سلم عليك أمل العوضي. أوه الله يسلمها. سلم عليها. قاعد تتابعنا. عزيزة وغالية أمل يعني بدايات الطفولة إحنا عيال منطقة. الحب ديالنا كلنا. حبيبة. نظيفة. نظيفة بحالها. ما تشيل وحبوبة وحتى لو يعني تفرقنا الدنيا ونرجع نلتقي كنا نفس البنات اللي طلعنا مرة مع بعض وقدمنا برنامج مع بعض. أحب الناس اللي كذي. وما عندها مشاكل نفسك. بعيدة دائما عن المشاكل. مشكلة تنسحب يسحبونها حق المشاكل. يسحبونها لكن هي تستوعب وترجع لمكانها الصحيح. الله يوفقها. نهى قلبت الدنيا بسالفة الساعة مالتك اللي بمليون دولار. ويه ليش؟ ليش؟ عادي. قالوا ايه يعني انا احب الساعات وزوجي يحب الساعات ويجمع ساعات من عمره 14 سنة. فدخلت بهالمجال وياه. ويعني احب استثمر بقطعه تطلع تقعد معاي العمر كله يعني. وانا مو مبذره يعني مو من النوع اللي وايد اصور مجوهراتي وكذي واشياء وهذا بالعكس يعني. بس انت مدمنه فاشن. احب 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 القطعه الحلوه وتروحين. اي وايد. اشتاج الجنطه اي شرالي بعد شبدي والله شرالي شرح حق الفولورز بعد شرينا قطينا مبلغ يعني. شنو يصير عندك من راحة نفسية لما تدشين مكان تسوقين شوبينج؟ أنا عندي حالة إدمان تسوق قديمة يعني مو أمس اليوم ترى حتى من أيام البرامج والتلفزيون والشعر وكذي. إذا اكتئبت من شيء ولا تضايقت من شيء أنا ونوف نروح السوق تشوفين الألوان تشوفين الدنيا. يا أخي في 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 مقولة بفيلم اسمه I think the diary of a shopaholic مذكرات مدمنة التسوق تقول لما أدخل محل التسوق الدنيا ملونة وردية وريحة الملابس الجديدة وريحة العطور والناس تعاملك معاملة حلوة ويبولك الكاكاو ويبولك العصير. فتجربة التسوق نفسها حتى لو داش أي محل عادي يعني وأتسوق وكذي إحساس يعني مثل أي بنت تحب هالشيء. أحب الموضة أحب الأزياء أحب الملابس أحب السوالف. أي حتى أنت في البيت قاعد تسوين شوبينج بالبيت؟ إيه أسوي شوبينج أونلاين. أونلاين يننت الريال. أنا مسكين وداني منطقة مهجورة تقريبا بأمريكا أساس إنه ما فيها مولات حواليني عشان أتخلص من المرض اللي فيني عشان يرتاح طلع المرض ولا
طلع ولا كل يوم يطاقين الباب جايبين بوكس جديد. وترى على فكره ادمان التسوق هو اللي خلاني اسوي المدونه، لان قمت اشتري هدوم وايد عندك ما عندي مكان البسهم. اول كنت تلبسين عشان التلفزيون، عشان الكويت حياتنا لازم كل يوم لبس جديد، بامريكا ما صار في ما اقدر وين بروح؟ حياتنا يعني مزرعه ويعني دراسه وما نطلع، فقمت البس واصور بالبلكونه. يعني مختاره لوكيشن، مختاره لوكيشن. اصور حق نفسي، يقول لي ليش تصورين؟ يعني عندي هدوم واكشخ والبس وما عندي مكان البسهم، فتخيل نفسي رايحه مكان واصورهم وانزل بالمدونه. وتنزلين وكذي مشى الموضوع، لك اليوم ولك اليوم. تعلمتي التصوير من ذيك الايام؟ هي اول شيء كنت اصور بنفسي، انا اصور نفسي بايفون، بعدين قمت اصور، شريت لي كاميرا بروفيشنال، بس كله انا اصور نفسي. اضاءه انا ضبطت عمري كل شيء، حطيت لي استوديو صغير بالبيت. وتعلمت الميك اب من ذيك الايام؟ من ذيك الايام، من قاعده بالبيت وضيقت الخلق. اي الكويت من خبيره تجميل لخبيره تجميل عادي عندنا. ما قصرت والله، الاء دشتي كانت تعلمني، تعلمت وايد اشياء وايد، يعني اقعد معاهم واتعلم، وحطيت ميك اب بتلفزيون دبي وتجاربي مع تقديم البرامج، فاشهر الميك اب ارتست اشتغلت معاهم ذيك الفتره يعني. تعلمت وصرت اطالع توتوريالز ويوتيوب، وصرت اعرف اركب رموش. ذاك اليوم قاعد تقولين شنو؟ تقولين هذا اصعب عندي من الهندسه. اصعب من الهندسه والله، من الهندسه خذيت لي فتره عشان عشان يضبطون، ولا قبل الاي لاينر من هنا لهني ورموش ما اعرف احط، والحاجب ما اعرف اسوي. بس يعني حلو انه يعني الفتره هذه خذيتها اطور نفسي، يعني اطور نفسي شكليا، اهتميت بنفسي وايد، وكنت حابه اشارك الناس تجربتي، فسويت البلوج وقمت اشارك الناس شلون وش حقه. اي وايد تدشين عليهم تقول انا جايبت لكم هذا البرنامج، ابلكيشن تعال شوفوه، هذا يوصل لنا البيت. خرب الناس عند المايشن، خربت يعني ما كانت عند ابو حمود في البيت، صارت عند. لان الدنيا تتطور، البنات لازم تعرف شلون بيعرفون اذا في شيء جديد. ترى الناس اليوم قامت تعرف اذا في شيء جديد من سناب شات، في مطعم جديد مفتوح فلانه صورته، في كريم جديد نازل فلانه صورته. انا مره توهكت، كنت ابي صحون اوكي، ودش لك على سناب واحده من البنات اللي اتابعهم، والله لقيت محل صحون كابتشرته ورحت حال الناس يعني. لان هذه طريقه التواصل الجديده، هذا الاعلام الحديث. اوكي، فكذي اعرف اخبار الدنيا سناب شات. سناب شات حاولت تجرين نوف حق هذا العالم، لكن هي للحين ما تبي. نوف بيتوتيه وايد للحين، يعني بلا قاعد تحاول تجسد. انا والله الامانه ما اقدر يعني اتدخل واسحبها غصب هالمجال اذا هي ما سويتيها. السناب انت؟ لا، علمت عليه وسويته. انستغرام علمت عليه وسويته، بس ما تنزل. اي شخصيه صعبه. يعني تحب حياتها اللي هي فيها، تحب الهدوء. نفاس 40 يوم نوف للحين. كنتاكي عندها نفاس ما لها كنتاكي. للحين يعني احسها تفكير حريم اول. انا لا، انا من ثاني اسبوع رايح السوق عاد، معلقه جو ويكند اوكي، وراح السوق عاد. هو عشان كذي عند الانطلاق معك. ما قلنا بنطلعه والله ويانا، بنطلعه بس احنا جايبينه حق الجمهور يعني، لان طالبينه من نيبه. تقديم في امل وينه موجود؟ ما ادري راح، ما ادري وين. هاي يا نايم او انه طلعوه علي، بغى يكسر لكم الكاميرا. عادي مشكله، حلال. الله يسعدك. انزين، تعتقدين العالم هذا الحين الافتراضي، الحين قلتي كلمه عالم افتراضي عالمكم هذا، ممكن يوم ما يكون موجود، يصير في عالم ثاني؟ انا اللي قاعد اشوفه انا قاعد يكبر، يمكن يتبدل يصير شيء ثاني. الناس تقول فتره مؤقته وتروح، بس الحين قاعد يفتحون اكاديميات. انا شخصيا تواصلوا معي، بنخرج جيل جديد من البلوجرز، تخيلي يفتحون اكاديميه يحاضرون فيها، يحاضرون لتخريج جيل جديد من البلوجرز ومشاهير السوشيال ميديا والفاشينيستا، ويبون نحاضر. تخيلي انا حسبالي دقه او مقلب او شيء لما كان يعني هالاتصال، بس للامانه يعني موجود وشركات كبيره تبي. اوكي، هالمشروع. انت عندكم ملتقى؟ في ملتقى، ويكرمنا الشيخ محمد بن راشد سنويا. يعني ملتقى جميل يعني الاعلام، وشيء حلو، لان كثير من الناس تجتهد وتتعب مره ثانيه وما يتم التركيز. تعال 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 يا عقوب، تعال قبي، تعال عندي قبي. فضحنا اتوقع ما في ضيف سوى سواتي. قهوه. وش تبس؟ تعال
كمل احسانك. وي 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 كمل احسانك، ماكو فايده. ماكو فايده، طلع لها نص الطريق. يبي يركض مستانس على الاستديو لانه في اعتبات وايد. حبيبي. الحين شو اسمه؟ انتوا عندكم ملتقى اللي هو يسوي يسموه الشيخ محمد بن راشد سنويا، ويتم اختيار كل سنه يعني اكثر شخصيه مؤثره بالسوشيال ميديا. لاحظت انا حتى والله بالمؤتمر يعني بالحفلات والجوائز اليوم، يعني انا تكرمت العام مثلا بمهرجان، والسنه هذه تكرمت بمهرجان نجوم الفن والاعلام كافضل شخصيه مؤثره بالسوشيال ميديا، فقام ينحسب بحساب حتى المشاهير السوشيال ميديا. يعني انا قاعد اشوف الموضوع يكبر ما قاعد يصغر. شاركتي في صناع النجاح؟ صناع الامل ورشحوني الأمل. بس الامانه انا يعني اشوف انه في ناس وايد احق مني بالفوز. ما شاركت؟ ما شاركت، رشحت يعني تقريبا 50 او اكثر من 50 ترشيح. انه دش شيء وقدمه وكذا، بس في ناس اهم يعني، في اخواننا من ذوي الاعاقه، في ناس ابدعوا، في ناس انجزوا، في ناس تعبوا. احس احد احق مني هم صناع الامل الحقيقيين. ودك انه يصير في مهرجان في الكويت بس عشان السوشيال ميديا؟ في ملتقيات كثيره بس السنه هذه تكنسل لظروف خاصه. كان في ملتقى المفروض يكون للاعلام ولرواد التواصل الاجتماعي ايضا، في ملتقيات كذي وحلو حلو عشان نعرف شنو اخطائنا، شنو الصح، شنو الغلط، شلون نقدر نتطور اكثر، شلون نقدر نصير احسن. شلون غير حمود انت شلون تعرفين ان انت اخطأتي في الشيء الفلاني؟ من ردة فعل متابعيني، وايد اثق فيهم. شلون عليك بالدايركت؟ نهى ليش سويتي كذي؟ نهى مسحي سنابات، نهى لا تردين، نهى تكلمين. علاقة اهل يعني على طول ساعات انزل سناب، نهى ليش سويتي كذي؟ لا شيلي السناب. نهى مسحي السناب، واحيانا كثير اسمع الكلام وامسح السناب لان ادري انه يحبون يخافوا على مصلحتي يعني. اوكي، بس ممكن يكون مواقع ثانيه خذوه على طول. خذوه ومنتجوه وسووه وحطوا صورتي وصوره احد ثاني وسووا خلاف عود. انا طار السالفه يعني سمعت ان انت كنت تهددين ترفعين قضايا على بعض البروفايلات اللي يحطون صور الى جانب صورتك بخلاف وما يكون الشخص اسمي مو مذكور. اسمي مو مذكور بالخلاف وما حد يعني، وتكلمين الشخص يقول ما قصدتك. اوكي، وينحط صورتك. اوكي، صورتك يمه او وانت قاعد تكلمين يحطون صورتك يمه. هو افتراضيا ترى احيانا وايد تصير معاي بعد، يعني انا مثلا اتكلم عن احد ويجيني يعني مسجات تقصدين فلانه تقصدين فلانه. ممكن احنا قاعد نتكلم عن موقع وضع بشكل عام، ما اقصد احد بالتحديد. اوكي، وكثير تصير معي، بس انا عموما ماخذ حقي بالقانون ثالث ومثلث. اوكي، وانا سمعت ذاك المره انت رايحه عند الا دشتي كنت تحرضينها لما قاعد تقول لك في ناس صابيني او شيء، تقولي لها اخذي حقك بالقانون لا تردين. تعلمت شغله من احلام بعد من اخر مقابله لها، وفعلا اللي قالتها شفته بحياتي. احيانا لما تردين وتتكلمين كثير عن الناس تعطينهم قدر اكبر من قدرهم، وياخذون متابعات ويصيرون معروفين. وايد ناس يعني رديت عليهم وصار هالشيء. فتعلمت اني ارتقي بنفسي شويه عن هالاشياء، احب نفسي وايد واخلي ردي عزيز، ما ارد على احد. اذا برد ارد على الناس اللي تحبني، ما ارد على هذا الشيء صحيح، ما ارد على احد اسالي. والا فان احنا مثل ما قلنا بلد في قانون وفوضى، مو فوضى يوم في قوانين جديده وفي عقوبات توصل للسجن، مع ان ترى احنا بشر مو معصومين على الخطا. في كلام ساعات يمسك تبين تردين، تبين تتكلمين، تبين تدافعين عن حقك، تحس بي بس تحس حسبي الله ونعم الوكيل حقك. اي حقك عند الله ما يضيع. لا في حساب في الدنيا ترى قبل، بس تعلمت هالشغله يعني وقاعده انفذها بحياتي اني ارتقي. انا ارفع قضايا صراحه أرتقي. ارتاح انا نفسي. عندي المحامين يرفعون قضايا، موكلت لهم الامور كلها، وارتقي انا بنفسي واهتم بالمحتوى اللي قاعد اسويه واركز على شغلي واركز على الناس اللي تحبني، احيط نفسي بايجابيه كثر ما اقدر. كم قضيه تنازلتي عنها؟ الاتصالات من الام او ان وايد يا معوده ترى مثلا فلانه ترى ما تقصد. انا مو جوي ترى، كلش محاكم وقضايا استثقل طينتها بشكل. انت ما تروحين المحامي يعرف؟ او تصدقين اول مره دشيت هذه نيابة الإعلام المرئي والمسموع. إيه هالسنة ولا عمري يعني
ما ما اول معودة زين احترمونا الحين تو كنا ندش مخافر يعني انا اروح اشتكي يمي سلانيه من حاشه ما يعني صدق الوضع وايد سيء يعني لا بس حلو انه يعني واحد صايدينه خمور يعني صدق هذا 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 اول مره اول مره بحياتي هالسنه انا ادش ومو مكاني ولا احب ادخل بهالاشياء انا للحين ترى انا جايه من بيت عندي روحه المغفر عيب للحين كذي احنا والله العظيم مع انه ادخل مكان يعني عادي ترى اي على حال اي مكان انا اسوي حادث ريلي يقول لي نطري بالسياره يروح ينزل هو اذا احتاج الموضوع اني انزل انزل بعباتي انزل عباتك تخيلي ما ادري احنا كذي يمكن اولد فاشن ما ادري فاحس مو جوي المحاكم والمشاكل واهدد وتهديد وعيد وقضايا مو انا اوكي بس هم يجبرونك انك تدشين اليوم اللعين. صرت مضطره وصار عندي محاميني وكلت لهم الموضوع أحسدت. اذا احتاج الموضوع وجودي وشهاده حتى اروح وما اصور والله سناب مو مدعاة للفخر في مشاعري اروح يصور يعني شوفوني ترى رحت واشتكيت على الناس والناس ما تمشي بالتهديد الناس تكسبهم بالاحترام مره ثانيه طبعا وانا ابي امشي على هالخط وهو اساسا مكان مو حلو حق التصوير اساسا يعني في ناس تصور سانس تروح تصور هذا في اختلاف انا يعني في المضحك انا رفعت قضايا على ناس ايوه وراحوا قاعد يحققون معاهم ولما راحوا صوروا انهم اللي رايحين مشتكي اي هذا عاد اي انا انا شفته هذا الصراحه انا الصراحه ضحكت لان انا ضحكت انا ادري انهم يابينهم متهمين متهمين قدره قادر بالسناب انا رفعت قضيه هو راي يعني لانه ياخذون اي فرصه عشان يهددون الناس ويتوعدون الناس هذه مو حرب ولا غابه وفي النهايه ترى مو كل من رفع قضيه يكسبها وما ليش الناس تاخذ السالفه استعراض في الاخر هو القاضي هو اللي يقول ان انت صاحب حق او انت مو صاحب حق انا اجمالا يعني اكتشفت ان هذا يعني هذا الجو مو جوي انا احب انتج ما احب اضيع وقتي بهالاشياء انزين يعني احس الوقت هذا اللي اروح واشتكي وارفع قضيه واكلم محامي وما ادري شنو الاولى فيه اروح اشتغل على لاين ملابس حلو ولا اسوي لي ميك اب توتوريال حلو ولا عرفتي اسوي موضوع حلو على سناب الناس تتفاعل معاه واتكلم عن قضيه حلوه هذا 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 متعتي اوكي هني نهل هذه انا أوكي. مو جوي اروح وخلاف ونزاع وقالت ورد عليها وردت عليه مو جوي جبتي اللي دعم سيارتك جبته جبتي جبته اوكي تسجلت عليه قضيه هروب تسجلت عليه قضيه انا عبالي طفل والله بس طلع انسان ناضج وبكامل قواه العقليه يعني دعمك دعم قوي وهل تواصلوا بعد ما وهم هو يوم اللي صورت سنابات طاحت لوحه سيارتي وحطيت السنابات ببرنامج كشف حساب المقطع انتشر ما كنت متوقع هالكثر ايش دعوه حادث يعني بس صورته علشان اقدر اوصل حق هالشخص وفعلا اهله تواصلوا معي قالوا لي هو دعمك وكان خايف وراح فتوقعت انه شاب صغير او طفل او يعني 18 او قاصر او ما عنده ليسن ما عنده ليسن طلع لا يعني ريال عنده ليسن وبعيال ووضعه سليم والامور تمام وصلحنا السياره على التامين لحم القراج على التامين والله انا ما كنت ابي شيء كنت ابي بس مواجهه واعتذار وما انت قهرج انه قهرني انه شلون دعمت بنت ورحت زي يمكن حامل رجوله يمكن محتاجه يمكن تعورت يمكن معي حال بالسياره يمكن شيء تطمن يا اخي بس يعني انا صارت معي مواقف ونزلوا تطمنوا وعزه ما شر تعورتي حليناها ودي بشكل بسيط أوكي. بس انا يعني هذا اللي ازعجني دعمني وراح اوكي وقهرت والناس انتقدت انه ليش دعوه قاعد تصور صورت عشان اصيده وصدته اوكي صورتي عشان تصير ويقولك قاعد تبكي لا قاعد تفتعل ايش دعوه تفتعل مكياجي صح كنت ساعتين قاعد احط ميك اب عند جمال النجادة حنان النجادة حبيبتي لا ما كان افتعال كان وراي فوتوشوت وتصوير والتزام وتعورت يعني انا يومها رضى يعني كانت مؤلمه بس صورنا وخلصنا اوكي واشتكينا والحمد لله الحمد رحت المخفر اشتكيتي عقب ما خلصت الفوتوشوت رحت الالتزام انا الساعه كم كان متاخر اعتقد لا رحنا 9 ابو حمود 9 يقول لي 9 اوكي وقعدت ايش كثر بالمخفر ساعتين اما بعباتي هم بالعبات قعدنا تقريبا لا والله كانوا كثير يعني مساندين الموضوع بس قدمنا الشكوى وخلال ايام قليله يعني يابا وصلنا حق الشخص وقبلها انا تفاجأت انه يعني يوم حطيت السنابات بنفس اليوم طرشوا لي اهله ايميل تخيلي اي خلاص عرفوا انه فهذا كان هدفي اصلا ان انا اقدر اوصل حق اهله او احد يعرفه او شيء كذي عشان شي صورت سنابات انه يستحي يستحي يعتذر انا ما ابي شيء وصلحتها الحمد لله
صلحتيها على حسابه؟ على حسابه والله 4000 دينار والله على حساب التأمين. تأمين مالك ولا تأمينه؟ لا لا تأميني. يعني في الآخر ماكو شيء. اسوي انت دفعتي؟ لا مو انا، لا ما دفعت شيء، التامين. التامين بس التأمين يعني تتاخر سيارتك بالتصليح؟ تاخرت، صار لها فوق الحين الحادث صار لها فوق الشهرين والسياره الحين بالجراج وبس الحمد لله على كل حال يا معوده بالحديد. بالحديد يتعوض الحمد لله. اوكي الحمد لله انه مو فيك. الحمد لله. كانت الدعم من ورا ها؟ اي بس مرعبه قويه. اي تعورت لما صورت قاعد تبكي، وعشان تعورت وعشان اخترعت وعشان الاشياء هذه وعشان فولورزاتي اهلي عرفتي لازم اقول لهم كل شيء صار. فهذا شيء الفكره. انت انسانه بسيطه الحمد لله. اوكي جدا. مع ذلك انت مره تتكلمين تقول انا مزاجيه كيفي، يوم بروح باكل مطعم سوشي، بروح بالليل اتعشى مطعم. هاي لانه وايد انتقدت انا بهالموضوع، شلون تسوين اعلان مثلا حق ماركات وبعدين تروحين تسوين اعلان عن محل بسيط او بوتيك صغير او شيء سوق شعبي؟ ومرات اي مرات انت تسوين اعلانات حق البعض. شلون تسوين اعلان مجوهرات وبعدين تروحين تاكلين بمطعم هندي ولا عادي مشكلة؟ يعني اللي على الارض على الارض ما تغير الدنيا عرفتي؟ شو المشكلة يعني؟ لا في ناس عندها برستيج يقول لك هذا. انا هذا اللي ما اعرفها، احس صدقين احيانا من كثر ما انا كذي انا اقرب للانسان الطبيعي من المشهوره. ما اعرف اصير ديفا. ما اعرف في ناس حاولوا يصدقون فيني سالفه ان بس في ناس عايشه دور الديفا. اوكي إيه؟ حق نفسها بس انا ما اعرف اصير ديفا. يا ريت والله يا ريت. لا هي تسوي ديفا وتقول حق الناس قولوا عني ديفا. لا انا ما اعرف، انا احب اصير احس انسان طبيعي، احب اصير انسان طبيعي عرفتي. ما تدورين القاب انه حط يعني وايد القاب ملكه سناب وما ادري بس انا ما احب ما استعملهم يعني. نهى نبيل استحي احطهم هاشتاج والله صدقين. ام حمود عندك تسوى الدنيا. فايه اسمي نفسي محمود احيانا حتى والله اتعمد اركز على عيوبي اقول لهم والله مكياجي عوي ولا شيء في شيء غلط عشان احسس الناس ان اتس اوكي عادي ماكو مشكله. ترى عادي مو عيب مو غلط مو عيب عادي. فما اعرف اعيش بالحياه المثاليه هذه. وحاولوا ترى على فكره يلزقون فيني انه اوه تمشي بالسوق عندها بودي جارديه. البودي جارديه مو انا اللي احطهم، اذا صار في ايفنت الشركه اللي مسويه الايفنت هي تحط بودي جاردز عشان يصير في تنظيم مو انا. طبعا عشان انا امشي بالسوق يوم الجمعه عادي الوضع تمام عادي ولابسه عادي و ما امشي عادي والله جدا. نهى انا سعدت بلقائك وايد استانست باللقاء. اتمنى انا حبيت ان يكون كلام من القلب الى القلب بعيد عن يعني انا مو جايبتك اضربك مع فلان ولا فلانه ولا هذا لا مش راقيه شوفي لا لاني احبك او شيء هذا احبك انسانه بسيطه حبيبتي تستحقين الحب اللي انت فيه. انا سالت مره عنك يمكن تذكرين برنامج كان انت اونلاين وناس وايد تحسست من هالبرنامج وكذا بس انا اللي قلت ترى كلمه حق احيانا اتفق معك احيانا اختلف معك بس اللي اعرفه ان انت تجرئين على انك تقولين اللي الناس ما تقدر تقوله مع انها تفكر فيه. انا شوفي انا يعني موجود بمخهم بس ما يقولون. انا اكون وقح مع الوقح اوكي لان هذا ما يصير ان انت تعاملين وقح بطريقه لازم اتعلم منك يا انا إن اكبر منك بالعمر يمكن اذا وصلت ما انا اكبر منك بست سنوات يا حبيبي اوكي شفت ان مرات الطيب يعني يفيد وفي مرات الطيب مع اهل الشر غلط اوكي وهم احيانا شوفي انا يعني الناس تكون تتفق معك لانك تنتقدين المستفز بس يمكن لانك مي العيدان يختلفون معك لانك مثيره للجدل وهذا هذا الشيء بس انا يعني ان اتفقت معك او اختلفت معك انا احبك لانك انسانه صريحه وبالويه. انا ما اعرف امثل انا ما اعرف امثل انا اعرف شخصيتي نفسك اوكي شخصيه واحده اوكي في ناس هذا النوعيه اللي اتكلم عنها اللي ما اخاف منها إيه؟ انا اخاف من اللي يمثل. لا انا اللي مثل عرفه اصيده اوكي عشان شيء مطرود من حياتي اوكي لان انا دائما ادور على الغالي ما ادور على الرخيص. الرخيص في اماكن تستقطبه في ناس الدوره في ناس بس في الاخر هو تشيب. الناس حتى لو تعاملت معاه لفتره راح تتركه راح يهوى في الاخر راح يطيح. ان انت ليش مكانتك ليش وضعك انسانه تعبتي على نفسك ما ياتي من فراغ
إنسانة عصامية من الدرجة الأولى تستحقين المكان اللي أنت فيها اليوم. حبيبتي. سواء بالسوشيال ميديا، سواء بالإعلام، سواء بين أسرتك، إحنا نفخر فيك. أنت بنية كويتية. الله يسعدك. نحبك و. ترفعين الراس ما تنزلين الراس. اوكي في اخرين للاسف احنا نستحي منهم في وقت ان انت قاعده تطلعين للاعلام او للبنت الكويتيه بشكل جدا مشرف. الله يسعدك. اول شيء انا سعيده بهالاستضافه، اول مره على قناه سكوب، وسعيده ان اول مره على كشف حساب، ومعاك لاول مره، ان شاء الله ما تكون الاخيره. ان شاء الله ما اتمنى هذا اللقاء بكل محتواه الحلو، بكلام الحلو، بايجابيته، بعفويته، بالاشياء الحلوه اللي صارت فيه يوصل حق كل الناس. شرفت وايد بوجودي وياك، وانا اسعد فيك. شكرا. وكان ودي اطلع قوبي، كلنا بقينا قوبي، بس حتى الناس تبي قوبي، بس قوبي هو ما وده. وترى على فكره مو خوات انا ومي، وايد يقولوا لي ترى تشبهون بعض وكنكم خوات. لا انت احلى، انت احلى، انت احلى. روحك حبيبتي. احنا وصلنا اليوم لنهايه حلقتنا في كشف حساب. راح يكون عندنا مواضيع، بدال ما راح تكون الاسبوع الجاي راح تكون شهر 9. في ناس تبي مسجات اللي دزت لي اياها نضال الاحمديه، راح اكشفها في شهر 9 لانها ما تستاهل انزل حلقه استثنائيه حقها بعز الصيف. احنا راح ناخذ اجازه شهر 7 و8، نرجع في كشف حساب شهر 9، وتنتظر نضال الاحمديه. واحب اشكر صالون كلير على الميك اب اليوم والشعر، احب اشكر فاشن ايكون على الازياء. تصبحون على خير ونشوفكم في حلقات قادمه شهر 9 من كشف حساب.